Excellencies, honored guests. أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، اسمي ساندرا بيالستار وأنا أعمل في تحالف ألف ويسرني أن أكون ميسرتكم اليوم. قبل أن أعطي الكلمة إلى السيدة لورانس ديكار مديرة متحف اللوفر، لدي فقط بعض القواعد التي أود أن ألقيها على مسامعكم. الترجمة الفورية متوفرة للجميع في القاعة ولكل من يتابعنا عن بعد باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية. ثانياً، نظراً لجدول أعمالنا الحافل وعدد المتحدثين، أطلب منكم أن تتوخوا الإيجاز وتحترموا الوقت المخصص لكم. ثالثاً، فيما يتعلق بقواعد الصحة، نرجو منكم أن تبقوا على الكمامات مرتدين الكمامات وأن تنزعوها فقط لدى حديثكم. وفي الختام، لدينا تغيير طفيف اليوم، سنرحب كذلك في هذا القسم الاستهلالي بمساعدة المديرة أو مساعدة المديرة العامة لليونسكو السيد إرنستو أوتوني. دون إطالة، أرحب الآن بالسيدة لورانس ديكار مديرة متحف اللوفر. Monsieur le vice-président de la Commission européenne, سيدي نائب المفوضية الأوروبية، السيدة وزيرة الثقافة، سيد جان-يف لودريان، أصحاب المعالي والسعادة، أيها سعادة السفراء والوزراء، أيها السادة أصدقائي الأعزاء، يسرني أن أرحب بكم هنا إلى هذه القاعة، قاعة خورسباد. كما تعلمون، فإن التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع ألف عقد أول مؤتمر له هنا، وهذه الشراكة هي شراكة عزيزة على قلبنا، شراكة تجمعنا مع الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى على غرار المملكة العربية السعودية والكويت والمغرب ولوكسمبورغ. وألف أصبحت فاعلاً أساسياً في حماية التراث العالمي اليوم. في هذه القاعة نشعر جميعاً بأن هذه الآثار ليست مجرد صخور، ولكنها مشهد حي لذاكرتنا. هذه الآثار تحدثنا عن الماضي والحاضر. إن هذا اللقاء يكتسي أهمية كبيرة أكثر من أي وقت مضى، ولا سيما أن تفكيرنا الثقافي اليوم تغير. التراث يتيح لنا أو يعتبر بمثابة بوصلة بالنسبة إلينا، ولذلك يتعين علينا أن نحميه، ولا سيما في مناطق النزاع، حيث أن الإرهاب يدمر الإنسانية بتدميره لهذه الآثار وهذه التحف. هذه أو علينا أن نجعل من كل هذا صلتنا بالماضي وبالمستقبل أيضا. إن هذه المهمة سيدي توماس كامبلان، ألف وكل موظفيها تعقد الالتزام من أجل الوفاء بها. ألف حاضرة في أكثر من 30 بلدا ولديها أكثر من 150 مشروعا، بما في ذلك مشروعان، أولهما ترميم متحف الموصل ومجموعاته، والتي دمرت من قبل الإرهاب في العراق. إضافة إلى ذلك، متحف بيروت الذي تدمر من جراء انفجار مرفأ المدينة. إن نجاح ألف يعطي زخما حميدا، والبلدان الحاضرة هنا معنا اليوم تود الانضمام إلى البلدان المؤسسة. هذا التحالف
يعطي بصيص أمل ولا سيما لمن يعيشون في مناطق النزاع. إن متحف اللوفر بمجموعاته الأثرية الثرية وبخبرته الدولية المعروفة سيواصل العمل مع ألف وذلك لحماية التراث في مناطق النزاع، لأن حماية التراث هو صميم عملنا. أتمنى لكم مؤتمرا سعيدا. شكرا. هذه الممارسات الممنهجة هي تعتبر إمحاء للآخر، إلغاء للآخر. Les djihadistes avaient une intention de démolir cet emblème. Ce que Daesh a voulu faire, c'est nier l'identité collective. Il fallait à ce message de peur et de mort opposer un message d'espoir et de reconstruction. I think that Dostoevsky was right when he said that beauty will save the world. نحن اليوم أمام منعطف تاريخي نحتاج فيه إلى التعاون سويا لحفظ تراث وثقافات العالم. Is a new kind of international instrument. It functions in an incredibly reactive way with speedy response to requests from the ground. The core of how we work is the Aleph spirit. Action, action, action. شكرا جزيلا سيدتي المديرة. الآن أود أن أعطي الكلمة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية معالي السيد إيمانويل ماكرون. سيدتي وسيدتي أود أن أرحب بكم إلى هذه النسخة الثانية من مؤتمر الجهات المانحة تحالف ألف كي فات سيت اني ألف الذي يحتفل في لوفر مدام لورانس ديكار présidente du musée du Louvre pour son accueil et je me réjouis que nous puissions nous retrouver dans la salle Corsabad qui témoigne à la fois de la force des liens historiques et culturels entre la France et ce pays ami qui est l'Irak mais aussi du chemin parcouru ensemble depuis la première conférence des donateurs الذي قطعناه معا منذ المؤتمر الاول للجهات المانحه الذي انعقد في عام 2017 كنت اود ان اكون حاضرا معكم هنا اليوم لأنه بالنسبة إلى بلدي فإن حماية التراث مهمة أكثر من أي وقت مضى، فهي ترصد قصتنا
ainsi ونحن جزء من هذا العالم ويتعين علينا أن نحمي الفكرة العالمية في كل مكان والفكرة الإنسانية ولذلك فقد قمنا بإنشاء ألف وكان هدفنا هو التحرك بعزم إزاء الدمار الشامل للتراث من قبل الإرهاب والحرب سواء في منطقة الساحل أو في الشرق الأدنى والشرق الأوسط وكان معنا كانت معنا الإمارات العربية المتحدة التي شاركت في إنشاء ألف المملكة العربية السعودية التي قدمت دعما كبيرا الكويت لوكسمبورغ الصين والمغرب الذين أيدوا جميعهم هذه المبادرة سويسرا البلد المضيف إضافة إلى موناكو التي كذلك إذا تشارك في هذا المشروع وبطبيعة الحال المانحون الخواص السيد توماس كامبلون الذي أشكره إضافة إلى مؤسسات غوندور للفن وأندرو ميلن وكل الحاضرين معنا هنا أود أن أشكرهم جزيل الشكر كما أن مشاركة جاك لوند كان مهما للغاية كأول ممثل لفرنسا في ألف إن حصيلة ألف بعد سنوات أي 4 سنوات إذن هذا التحالف قام بتوجيه الدعم إلى 150 مشروعا وأبدى هذا التحالف عن فعاليته كما أنه شارك إلى جانب اليونسكو في المضي قدما في هذا الصدد وبفضل هذه النجاحات يجب علينا أن نستعد للمستقبل بفضل هذا التحالف فإن العديد من الفاعلين الدوليين والمحليين مثلا متحف الموصل في العراق ودمار في اليمن يتم إعادة ترميمها حاليا إضافة إلى ذلك برامج لإعادة ترميم محاطف أخرى على غرار متحف رقة في سوريا مشاريع أخرى تم الانتهاء منها على غرار دير مار بهنام في غرب الموصل وكذلك دار توتنجي وهي دار عثمانية أرستقراطية رائعة في مدينة الموصل إضافة إلى مشاريع أخرى على غرار مشاريع في العراق وقلعة بالحصار إضافة إلى مؤسسة خان ومدفن أسكيا في مالي بعد ألف جاري الذي شهده مرفأ بيروت فإن ألف أبدت عن مرونتها وقدمت براعتها فالمتحف الوطني متحف سورسوق وكاتدرائية سانت جورج والمكتبة الوطنية والمكتبة الشرقية لجامعة سانت جوزيف جميعها استفادت من دعم تحالف ألف أيها السيدات والسادة حتى نفي بهذا الوعد الذي قطعه ألف بعد عام 2022 فنحن بحاجة إليكم لماذا مساعدة ألف وحتى نترك إرثا لشبابنا الشباب يجب أن يعوا بأن هذا الإرث ليس مجرد حجارة ولكنه يتيح لنا أن نفهم بعضنا البعض أن نفهم من نحن وأن نقوم بالبناء إن التراث هو حامل للسلم هو ذاكرة الشعوب وهو يساهم في التنمية المستدامة للأقاليم ولكن في الوقت نفسه فهو مهم بالنسبة للهويات الفردية والجماعية ولعمليات المصالحة وقدرتنا على العيش معا في كل سلم إنه يساند كذلك محاربة التغير المناخي وحماية الكوكب والترويج للتنمية التربية والمعارف التي تمثل عماد إنسانيتنا إنه ليس من باب الحظ أن الإرهاب يحاول تدمير التراث والتنوع الثقافي والديني وهنا أود أن أشير إلى المسلمين الذين هم أول المتضررين من كل هذا إضافة إلى مسيحي الشرق الأوسط واليزيديين وما إلى ذلك نحن جميعنا بشر تجمعنا إنسانية واحدة ولكن في الوقت نفسه لكل منا خصائصه و لذلك يجب علينا أن نعزز من هذا التنوع وحماية تراث الأقليات هو أمر مهم للغاية في هذا الصدد إن الجانب الإنساني العالمي لا يعني بالضرورة أن نصبح جميعنا متشابهين
المخاطر موجودة وهي حاضرة في جميع أرجاء الكوكب، في منطقة القوقاز وفي القرن الإفريقي وفي أفغانستان وفي مناطق أخرى. إن هذا الدمار الذي يضرب عرض الحائط بالتنوع الهويات والديانات والحضارات يمنعنا من المضي قدما، والإجابة المثالية هي حماية التراث، حماية المشاهد الطبيعية، المواقع الثقافية، الفنون. هذا يعني أننا سنقوم بحماية كل ما يجمعنا. يسرني في هذا الصدد، وأود أن أشكر مارغريتيس سيكيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية الحاضرة معنا على الأهمية التي توليها المفوضية الأوروبية إلى جانب التراث في عملها الخارجي، وأشكر ممثلي البلدان الأوروبية الذين هم حاضرون معنا، وهذا يدل على مدى اهتمامهم بحماية التراث. إن فرنسا جعلت من رئاستها للاتحاد الأوروبي أو في هذه الرئاسة، فنحن نولي أهمية كبيرة إلى الانتماء، لأنه عماد التراث. بعد الحريق الذي شب في كاتدرائية نوتردام، جاء العالم بأسره هبة لنجدة الفرنسيين، وسواء الكاثوليكيون أم غيرهم، الجميع أحس بمدى أهمية هذا التراث، وهذه الكرامة الكبيرة أتاحت لنا إعادة بناء كاتدرائية نوتردام، وهذا ما نحاول القيام به في كافة مناطق النزاع. ألف التي أبدت عن مدى فعاليتها يجب أن نعطيها الموارد اللازمة لمواصلة هذا العمل. أعرف بأن الكثيرين منكم لن يتمكنوا من اتخاذ قرار إلا بعد أشهر، ولكن حضوركم هنا اليوم يؤكد على مدى الإذكاء الواعي. فيما يتعلق بفرنسا، نحن سنجدد مساهمتنا في ألف بقيمة 30 مليون دولار أمريكي. في الختام أشكر أعضاء مؤسسة ألف على دعمهم، ولا سيما الأمير بدر. أود أن أحيي عمل كافة العاملين في ألف، ولا سيما فاليري فريلون المدير التنفيذي، جون ليك مارتينيز وزملائه من اللجنة العلمية، نائبي الرئيس باريزا خياري ومحمد المبارك، الذين جميعهم يعملون يدا بيد، وإضافة إلى توم كابلون رئيس ألف على التزامه الحثيث. بإمكانكم أن تعولوا علي وعلى فرنسا لمواصلة هذه المهمة لحماية التراث والمصالحة بين الشعوب ومصالحة الشعوب. نشكر رئيس الجمهورية على هذا الدعم الكبير، ولنا أود أن أوجه الدعوة إلى صاحب المعالي رئيس الخارجية جان يف لودريون. سيدي نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الوزراء والوزيرات، سيدي رئيس معهد العالم العربي صديقي جاك، سيدتي المديرة التنفيذية لمتحف اللوفر، أصحاب المعالي والسعادة السفراء والسفيرات، أيها السيدات والسادة، أود إلى جانب رئيس الجمهورية وزميلتي روزلين باشلو وزيرة الثقافة أن نتمنى لكم جميعا أو أن نرحب بكم إلى هذا المؤتمر الثاني للجهات المانحة للتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع ألف. وأود بدوري أن أشكر لورنس ديكار على استضافتنا في هذا الإطار الرمزي. نحن مجتمعون بين هذه الآثار الرائعة التي كانت في خرسباد في العراق قديما. نحن مجتمعون هنا في متحف اللوفر، هذا القصر الذي أصبح متحفا عالميا، متحف اللوفر اليوم يفتح أبوابه للعالم بأسره ويعرض تحفا كما ترون أمامكم ترمز إلى ماذا
القوة الإنسانية. هذه الثيران المجنحة أمامكم الذي تم أو اكتشفت من قبل الفرنسيين في الموصل تدل على مدى صلتنا العروة مع الشرق الأوسط. نحن مجتمعون هنا اليوم للإطلاع بمهمة إنسانية ألا وهي حماية التراث العالمي الذي يجمعنا ويجمع بيننا بغض النظر عن ثقافتنا. إنه إرثنا المشترك ويتعين علينا أن نحميه جميعنا معا كلما تعرض للخطر. ولذلك فهذا ما قد ذكر به رئيس الجمهورية ففي عام 2017 وكاستجابة جماعية إلى الدمار الذي شهده العراق ومناطق أخرى في العالم والذي هدد بتدمير هذه التحف التي تدل على مدى ثراء تنوعنا وتدعم الحوار بين الديانة والثقافات. إذن تم إنشاء ألف وكانت وألف ويعتبر بمثابة عمل متعدد الأطراف يصبو إلى تحقيق نتائج ملموسة. تعددية أطراف فعالة وفي الميدان تساهم في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء المناطق المعرضة للنزاع. والهدف هو حماية إرثنا المشترك والرجال والنساء والأطفال الذين سيحرمون من هذه المعالم ومحاربة كذلك الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والتي تعتبر من بين أهم مصادر تمويل الإرهاب. هذه مسألة مهمة وغدا سيتم التطرق إليها في إطار اجتماع رفيع المستوى يوم غد هنا. وذلك إذن من أجل إعادة إحياء السياحة في المناطق المتضررة وتعزيز السلم والاستقرار في العالم وذلك من خلال تثمين إرثنا الإنساني. إن الدبلوماسية الثقافية في بعض الأحيان قد تعتبر بأنها وسيلة لتحقيق النفوذ ولكنها في الواقع تساعدنا على فهم حياة مختلف المجتمعات ومشاركتها في التاريخ الإنساني. وألف في 4 سنوات قامت بتقديم الدعم ل 150 مشروعا في 30 بلدا في 4 قارات. ورئيس الجمهورية أشار إلى أمثلة في هذا الصدد. أود أن أحيي العمل الذي اطلع به فاليري فريلون دبلوماسي وهو كذلك الرئيس التنفيذي لمؤسسة ألف وفريقه. أود كذلك أن أشكر توم كابلون وأنا سعيد لرؤيته هنا هو وفريقه. باريزا خيري كذلك ومحمد المبارك وزيرة الإمارات العربية المتحدة كذلك الأمير بدر سمو الأمير بدر الذي تحدثنا هذه الصبيحة معا إضافة إلى السيد جاك لوند الذي منذ اليوم الأول لم يدخر جهدا في تقديم الدعم من خلال المعهد العالمي العربي الذي يساهم في إذكاء الوعي في هذا الصدد بشأن حماية التراث. حاليا أو جون ليك مارتينيز كذلك الذي يترأس المجلس العلمي لألف. إذن معا نجحنا في إيجاد أداة وساق دولي جديد لحشد موارد من القطاعين العام والخاص وذلك من أجل الاستجابة على جناح السرعة إلى التهديدات التي تحدق بالتراث. هذه الآلية اليوم أصبحت لاغنا عنها اليوم لأن حماية التراث هو هدف عالمي ويتطلب تمويلا عالميا لازما. ومثلا مدينة الموصل لوحدها بحاجة إلى تمويل كبير من أجل إعادة إصلاحها إضافة إلى بلدان أخرى في أفريقيا في منطقة القوقاز. وأعتقد بأن الطلب سيزداد أكثر فأكثر. التراث ليس فقط ضحية وكما رأينا في مقطع الفيديو فإن التراث يستهدف في المقام الأول خلال النزاع وهذا ما نراه مثلا حاليا في أفغانستان.
ولذلك فنحن نعول على دعمكم، نعول عليكم لتنضموا إلينا حتى نجدد التزامنا معا، سواء الآن أو في وقت لاحق. يجب علينا أن نبقى معا حتى يتسنى لألف أن تواصل الاطلاع بعملها على نحو فعال بحلول عام 2027. بإمكانكم أن تعولوا على التزام فرنسا، هذا ما قاله الرئيس للتو، إضافة إلى التزام البلدان الأوروبية. وكما تعلمون فإن فرنسا تترأس حاليا الاتحاد الأوروبي، وفي إطار هذه المسؤولية الأوروبية فقد أردنا أن نضفي هذا الزخم على ألف بتنظيم هذا المؤتمر الثاني للأطراف المانحة. بالنسبة إلينا هذه مسألة حاسمة، وحضور نائب رئيس المفوضية الأوروبية مهم للغاية، إضافة إلى حضور وزراء من مختلف البلدان الأوروبية، وهذا يدل على مدى اهتمامنا في أوروبا بهذه المسألة، وأنا جد سعيد لذلك. نحن نود أن نجعل من دعم التراث في مناطق النزاع عمادا لهذه الجغرافيا السياسية القائمة على القيم في أوروبا، وذلك في هذا العالم الذي لا تنفك الحروب تهدده. هذا التراث يشهد على مجتمعاتنا، على مدى تنوعنا، على تاريخنا، وعلى الطابع العالمي لإنسانيتنا. شكرا جزيلا على حسن انتباهكم. Thank you, Mr. Minister. شكرا معالي الوزير. أود أن أدعو صاحبة السعادة ماغريتاس سكيناس، نائبة رئيس لدى المفوضية، أو نائب الرئيس عفوا لدى المفوضية الأوروبية. معالي الوزير السيد جون إيف، معالي الوزراء لدى البلدان الأعضاء ولدى البلدان الشقيقة، سعادة السفراء، السيدات والسادة، نيابة عن المفوضية الأوروبية، أود أن أهنئ مؤسسة أليف على العمل الهائل الذي قامت به حتى اليوم، وعلى المشاريع 150 مشروعا لصون وحفظ التراث المادي وغير المادي في أكثر من 22 دولة. مؤتمر الجهات المانحة الحاضر أساسي لمواصلة جهودنا نحو هدفنا المشترك، أي حماية التراث الثقافي. إن التراث الثقافي المادي وغير المادي يمثل قوة للتجانس الاجتماعي وللحوار، أهميته لا غنى عنها لضمان سلام دائم وللوقاية من التطرف العنيف ولمحاربة التضليل. في سنة 2005 في إطار عملية برشلونة، أولينا للتراث العالمي دور في خلق الوظائف وفي التلاحم الاجتماعي، واليوم بعد 17 سنة يعد التراث العالمي ضمن الأولويات الاستراتيجية للأجندة السياسية للاتحاد الأوروبي في سياستها الخارجية، كما ذكر ذلك معالي الوزير. في النزاعات المسلحة غالبا ما يستهدف التراث الثقافي بهدف تدمير وكسر معنوية شعب، هذا ما شهدناه في العراق وكذلك في اليمن وسوريا وأفغانستان وفي مالي. ولكن تجربتنا أثبتت أن إعادة البناء وإصلاح التراث الثقافي لهما دور هائل للملمة الجراح لدى الشعوب المستهدفة. إن حماية التراث وصونه يعدان إمكانية حقيقية لتنشيط الاقتصاد وخلق الوظائف خاصة لدى الشباب. نحن معتزون لمواصلة دعمنا
مشروع وظائف الشباب للتراث في اليمن، والذي سيحظى ب 19 مليون يورو إضافية. هذا المشروع تنفذه اليونسكو في إطار برنامج كاش فور وورك، النقد مقابل العمل، الذي مكن ذلك البلد من خلق وظائف العمل وإصلاح أكثر من 160 موقعا، ومن بينها موقع عدن. وهذه المواقع يمكن أن يتم إعادة الإعمار فيها. نحن مصممون لأن نوصل الإعانة لأكثر من 8000 شاب وللكثير من النساء بين هؤلاء الشباب، وسنمدد عملنا إلى مواقع إضافية، ومن بينها موقع سقطرة المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو. وتعرفون جميعا مشروع إنعاش روح الموصل المنفذ من قبل اليونسكو في العراق بتمويل قدره 20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، والهدف منه إعادة نسج الوشائج الاجتماعية والنسيج الاجتماعي المدمر جراء النزاعات المؤخرة. وأعلن أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمحاربة الاتجار غير المشروع بالتحف، وهذا سيكون موضوع مؤتمر يوم الغد. وسنعمل على حول أولويتين أساسيتين: أولا، اعتماد البرنامج الأوروبي الخاص بمراقبة توريد الممتلكات الثقافية، وهذا تقدم هائل، وكذلك السوق الفنية التي أدرجت في نطاق التوجيهات الأوروبية لمحاربة غسيل الأموال. هذه جهود هامة، ولكن لا بد من بذل المزيد لتعزيز قدرات السلطات المحلية المناط بها تطبيق التشريعات. السيدات والسادة، في كل هذه المواضيع يمكن لكم أن تتكلوا على دعم المفوضية الأوروبية الراسخ وعلى التزامي الشخصي. وأتمنى لكم مناقشة شيقة في هذا المؤتمر، وأن يرقى جمع الأموال إلى مستوى طموحنا، ونحن سنساهم في ذلك. وشكرا. الآن أدعو صاحبة السعادة نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب من دولة الإمارات العربية المتحدة. Good evening, honorable president. مساء الخير فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، أصحاب السعادة، معالي الوزراء، صاحب الفخامة إسكيناز، نائب رئيس مشروع ترقة العيش الأوروبي، السيد مدير معهد العالم العربي السيد كابلون، وطبعا لورانس دكا رئيسة متحف اللوفر. أصحاب السعادة، أصحاب الفخامة، الحضور الكرام، إنه شرف كبير أن أكون بينكم في هذا المؤتمر الثاني للجهات المانحة للتحالف الدولي لحماية التراث الثقافي في المناطق النزاع. كانت هذه السنوات مثمرة منذ أن أطلق هذا المشروع، وتمثل ذلك في تمويل قوي لحماية التراث. أود أن أرحب بكل الشركاء الذين انضموا إلينا في هذا الجهد لإنعاش حياة المواقع المعرضة للخطر. فجهودنا لا تنحصر في مجتمعات معينة أو مناطق معينة، وإنما تمتد إلى كل العالم لصالح إنسانيتنا المشتركة. وخصصنا أكثر من 80 مليون دولار
لمختلف المشاريع في العالم وخاصة في منطقة الساحل، وقمنا بإصلاح أكثر من 30 مشروع في عدة مناطق. لمواصلة هذا العمل التزمنا بدفع 20 مليون إضافية للفترة ما بين 2022-2027، وأحيي بالجهود التي بذلتها البلدان الشريكة والهيئات والخبراء الذين لم يبخلوا بأي جهد لإعادة بناء المظاهر والمتاحف من إندونيسيا إلى العراق، من لبنان إلى بيرو وإلى كمبوديا، والقائمة متواصلة لكل هذه المواقع التي تحظى بدعم الألف. هذه شراكة من القطاعين العام والخاص، وتروج لنهج يهدف إلى حماية التراث الثقافي وإعطاء فرص للمجتمعات المحلية ولخبراء الترميم. وخصصنا مساعدة مالية خاصة لإحدى الكنوز الأثمن والتي ذكرت سابقا. السيدات والسادة، أغتنم هذه الفرصة لألفت انتباهكم إلى جهود الإمارات في مجال حفظ المقرات، ونعتز بأننا دعونا إلى تقارب الثقافات، فهذه الصلة والصلة إلى أصولنا هذا مبدأ أساسي لحماية مستقبلنا ولحفظ التراث الثقافي من أجل الأجيال المقبلة وبناء عالم أفضل. وعلى الرغم من التباين فيما بيننا، لا بد من إلقاء جسور وأن نروج للتعددية والتنوع. وكان لنا مشروع أساسي وهو إعادة إعمار أو ترميم متحف الموصل، وتعاوننا مع المفوضية الأوروبا ولجنة العلوم الثقافية تنطوي على مسجد نوري، وهذه من بين مواقع أخرى، وهذا بهدف إطفاء الحيوية مجددا إلى هذه المواقع، وإلى أن نذهب إلى ما أبعد من المباني لخلق بيئة مواتية. وأقمنا فضاء للصلاة في إحدى هذه المواقع، واكتشفنا في إطار أعمالنا مواقع كانت تحتوي على كنوز ثقافية وتاريخية. والإمارات أسهمت على بقدر 4.5 مليون دولار في هذا المشروع الذي وظف أكثر من 1000 موظف محليا، ونضمن بذلك بأن يكون هناك تأثير على الاقتصاد المحلي، ويكون لهذا المشروع طابع تربوي، وسيسهم أيضا في السياحة وفي الاقتصاد، اقتصاد منطقة الموصل، وهذا يدل على أهمية الثقافة في الاقتصاد المحلي. أود أن أشكر جولوك مارتينيز رئيس المجلس العلمي ومدير فالير فيرلان، شكرا على عملكم وعلى عمل طاقمكم. وأختتم بالقول إن أليف بلغت أهدافها ونفذت مساعيها، ونتمنى أن يكون هذا التحالف أقوى وأن يكون التزام أوسع في السنوات المقبلة بالأعمال التي نصب إليها. وشكرا. I would now like to invite His Highness. أعطي الكلمة لصاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله السعود، وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم.
أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون لرعايته مؤتمر المانحين الثاني لمؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع ألف. كما أشكر معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جاني فلودريان ومعالي وزير الثقافة السيدة روزلين باشلو على توجيه الدعوة الكريمة لحضور هذا المؤتمر. كما أعبر عن تقديرنا للجهود المبذولة بمجلس إدارة مؤسسة ألف برئاسة سعادة الدكتور توماس كابلن في حماية التراث الثقافي المعرض للخطر في مناطق النزاع ولتمكين الجهود محلياً ودولياً لإعادة تأهيله. إن جهودنا الجماعية ضرورية لحماية تراث العالم، وبصفتي عضواً في مجلس إدارة مؤسسة ألف وممثلاً للمملكة العربية السعودية أعلن تقديم مملكة 30 مليون دولار لمؤسسة ألف امتداداً لدعم بلاد المستمر لمهمة المؤسسة النبيلة. أصحاب المعالي والسعادة، انطلاقا من مركزية الثقافة في رؤية السعودية 2030 تأخذ بلادي على محمل الجد الحاجة إلى حماية التراث الثقافي من مختلف التهديدات وتقليل عوامل الخطر المؤدية إلى إهماله وتدميره. في هذا الصدد فنحن نعمل على مبادرات تعزز من حماية التراث وثقافة بلدنا الغني والمتنوع والعالم أجمع، بالإضافة إلى جهودنا في تدريب المتخصصين وتمكين ودعم الشبكات المهنية في مجالات التراث وإقامة روابط دولية مهمة لتمكين وتنسيق الجهود المشتركة. وإضافة إلى ذلك فقد استثمرت بلاد المملكة العربية السعودية ريادتها في إضافة المسار الثقافي إلى مجموعة العشرين لتسليط الضوء على دور المحافظة على التراث في التنمية الشاملة والمستدامة. كما تلتزم المملكة بدعم الجهود الدولية لمواصلة هذا النقاش المهم، خاصة في ظل انتخاب نائب رئيس لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو. وكما تعتز المملكة بمساهمتها في دعم نجاح أعمال مؤسسة ألف في الفترة الماضية، فنحن ملتزمون أيضاً باستكشاف تطوير وتعزيز دعمنا للمؤسسة في مرحلتها المقبلة. في الختام نرحب بخطوات مؤسسة ألف التطويرية، ومن ذلك الرغبة بالتحول لمنظمة دولية، وإن عملنا التعاوني أمر حاسم لتعزيز أدوار التراث الثقافي كمساهم أساسي في بناء السلام وتعزيز التماسك الاجتماعي وتوفير فهم أعمق لذاكرتنا وتنوعنا الثقافي. والسلام عليكم. Now, excuse me. I am pleased to invite the chair. يسرني أن أوجه الدعوة الآن إلى الدكتور توماس إس كابلن. Monsieur le ministre, cher Jean-Yves, Madame. سيدي معالي الوزير جان-يف لودريان، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدة والسادة. قبل 5 سنوات تقريباً فإن مجموعة من النساء والرجال المتبصرين اجتمعوا في هذه الساحة وقطعوا عهداً معاً، قرروا أن يقفوا في وجه الإرهاب الجديد والاستجابة للتطهير الثقافي الذي كان يتم في تدمر وفي تيمبكتو وفي رقة، والوقوف وجهاً واحداً أمام محو تراثنا الإنساني. وكان لهذا اسم هو ألف. وبعد نجاح المؤتمر الدولي لحماية التراث الثقافي في مناطق النزاع الذي نعقد في أبو ظبي في عام 2016، فتجلت صلة جديدة بين الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل المشاركة في هذا المضمار. فقد تم اتخاذ قرارات وانضمت بلدان أخيرة وأخرى ومؤسسات خيرية أخرى، وهذا يمثل صنفا جديدا من تعددية الأطراف. خلال 5 سنوات كان لي شرف، ويسرني باسم إذن ألف أن أقدم لكم النتائج التي تم تحقيقها، نتائج مذهلة. أكثر من 150 مشروعا في 30 بلدا كما تعرفون. ألف
لم يكن لها اسم فقط، بل أحدثت الفارق، أحدثت فارقا في حال في حياتي عفوا من يواجهون الإرهاب يوميا ويعانون من محو ذاكرتهم. أحدثت الفارق بالنسبة للأطراف والأشخاص الذين يمثلوا إرثهم معنى كبير، ولكنه جزء من سبل عيشهم. فارق كذلك في عقول الرجال والنساء في كافة أنحاء العالم. هؤلاء الرجال والنساء الذين ينظرون إلى الماضي من أجل الاعتماد على ذاكرتهم لبناء مستقبل أفضل. وأحداث فارق كذلك فيما يمكن للبشرية القيام به عندما تتحد. بعض هذه المشاريع كانت كبيرة على غرار مشاريع في بانديغارا أو طاق كسرى أو إيوان المدائن، إضافة إلى مناطق أخرى: غدامس في ليبيا، أدوليس في إريتريا، كوركير في كمبوديا، ومؤخرا مالوكو في أندونيسيا. بعض هذه الالتزامات كانت طويلة الأمد على غرار متحف الموصل، وبعضها حظي بالتمويل في أيام بل ساعات قليلة، وذلك في إطار إجراءات طارئة من أجل الاستجابة إذن بسرعة، ولا سيما في إطار جائحة كوفيد-19. وبعد انفجار مرفأ بيروت كذلك في شهر أغسطس آب 2020، خلال هذه الرحلة فإن منظمتنا اطلعت بعمل كبير، وهي ستواصل العمل أكثر فأكثر. ويجب علينا نتحلى بالجرأة دائما وأبدا. أيها السيدة والسادة، دون هذه الجرأة لم يكن بوسعنا القيام بكل ما قمنا به، وذلك في ظل القيادة الحكيمة للرئيس ماكرون. ففرنسا هي معقل الإنسانية. هذا لم يكن ليحدث كذلك دون الالتزام الشخصي والحثيث لأحد أعز أصدقائي، الأمير الشيخ محمد بن زايد أمير إمارة أبو ظبي، إضافة إلى صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان أمير المملكة العربية السعودية. هنا أود أن أذكركم بما حدث قبل أشهر فقط. كممثل للمملكة، الأمير بدر أخي وصديقي خاطب المؤتمر. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن المملكة لم تلتزم فقط في ألف، ولكنها تلتزم بالالتزام التزاما حثيثا من أجل حماية الإرث المشترك للإنسانية. فهذا الإعلان عن الدعم هو دعم مهم للغاية. أود أن نفهم جيدا هذا الالتزام الذي قطعه الأمير بدر، ولا سيما في إطار التغيرات التي تحصل حاليا في المملكة وفي الشرق الأوسط. والأمير بدر كوزير للثقافة ومسؤول عن محافظة العلا يسعى جاهدا لحماية مختلف المشاريع التي تسعى لحماية المواقع الإسلامية. ليس هناك من يعلم هذا أكثر من السيدة نورا الخابي ممثلة الإمارات العربية المتحدة، هذا البلد الشقيق. الإمارات العربية المتحدة اطلعت بدور مهم وكانت مصدر أمل في المنطقة كما تعلمون،
بحوزتي بعض الرسومات وبعض اللوحات، وفي هذا الصدد كل هذا، كل ما حدث وكل هذه الرسومات التي رأيتها هي كانت تدل على التسامح. يجب علينا أن نعمل معا وأن نبني على تطلعاتنا. عزيزتي نورة، أنت أو نحن نقدرك كثيرا، ونحن سعداء جدا لرؤيتك هنا معنا اليوم. صاحب السمو الأمير بدر، شكرا جزيلا مرة أخرى على هذا المثال الذي تقدمه والذي يجب الاحتداء به. أود كذلك أن أشير إلى جون لوك مارتينيز الذي كان أول من صمم هذه الفكرة في الواقع، صندوق عالمي لحماية التراث في مناطق النزاع. جاك لانغ كذلك الذي بفضل حيويته وبصيرته ساهم مساهمة كبيرة في التحالف، إضافة إلى زملائي أختي باريزا كياري وأخي صاحب المعالي محمد المبارك الذي عمل جاهدا وجعل من ألف ما هي عليه اليوم تحالف قادر على مواجهة التحديات. أشكرهما كلاهما على حكمتهما وعلى الروح التي يتحليان بها. أشكر كذلك زميلي جون يف لدريو إضافة إلى الوزيرة باشلو وأفرقتهما سيفرين فوتريل كذلك على الدعم المتفاني. وأخيرا وليس آخرا، بطل، البطل هو أمانة التحالف، تحالف ألف بقيادة فاليري فريلون قائد سفينتنا. هو أكثر من مجرد قائد أو قبطان، فهو الآن أصبح الأميرال في هذه السفينة، وهو المهندس، مهندس هذا التحالف، وهو الذي ساهم في عقد هذا المؤتمر هنا في هذه القاعة الجميلة. اليوم أقف أمامكم على ثقة بالمستقبل الزاهر للتحالف وعلى ما سيحققه في المستقبل. ففضلاً عن إذكاء الوعي في المجتمع الدولي بشأن الدور المركزي الذي يتطلع بحماية التراث في مناطق الزراعة، ففي عام 2017 قمنا بحشد أكثر من 80 مليون دولار، وقمنا بإصدار وثيقة صادق عليها الجميع وتقضي بضرورة المضي قدما في أنشطتنا في إطار التحالف، وذلك من أجل تقديم الدعم للمشاريع، مشاريع ملموسة لها أثر حقيقي، كما أنها تركز على شراكاتنا مع شركات ومؤسسات أخرى من بينها اليونسكو، إضافة إلى الدور المحوري والعلاقة الكبيرة بين التراث، حماية التراث والعمل الإنساني. إضافة إلى ذلك، ثمة هدف آخر هو توسيع عضوية ألف إلى مناطق جغرافية أخرى وفاعلين آخرين. عندما أنظر إلى هذه القاعة والممثلين هنا، يحدوني الأمل في هذا المسعى بأننا سننجح كذلك، وأشجع هنا الجميع على الانضمام. وهذا ما نراه في الاتحاد الأوروبي من خلال حضور مختلف الوزراء الأوروبيين. هنا أود أن أحيي رئيس مارغريتيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية كارلوس إرتاتي،
أرحب كذلك بكافة المنظمات غير الحكومية التي أبدت عن اهتمامها في التحالف. إن مشاركتكم في هذا المؤتمر مهم للغاية، ونحن نؤكد لكم على عائد الاستثمار، وسنلتزم معكم جميعا من أجل حماية التراث في مناطق النزاع، وسنقوم بتعزيز أثر هذا التحالف. أوتون فان بيزمارك قال مرة بأن الرئيس هو سياسي يفكر في أحفاده. أنا كأب وكجد أود أن أعرب عن تقديري لكم جميعا على سخائكم وكرمكم، ليس فقط لألف ولكن لما تطلعون به من عمل وإلى الطاقة التي تقدمونها. ويسرني أن أعلن بأن عائلتي كذلك ستقدم دعمها من جديد إلى هذه المنظمة. وكعضو في الإنسانية أود كذلك أن أحيي التطلعات المستقبلية لنا والوعد الذي نقطعه على أبنائنا وأحفادنا في جميع أنحاء العالم، الذين يتعين علينا أن نحمي التراث حتى ننقله إليهم وأن ننقل إليهم هذه الحضارة الإنسانية. شكرا جزيلا. I'd like to call upon the Assistant Director General. أود أن أشكر أو أدعو السيد إرنستو أوتوني مساعد المدير العام لليونسكو لقطاع الثقافة. Oups. Monsieur le Vice-président. سيدي نائب رئيس الاتحاد الأوروبي، سيداتي وسادتي الوزراء والوزيرات. سيدي رئيس ألف أصحاب المعالي والسعادة، سيدتي وسادتي. يسرني أن أكون حاضرا معكم هنا اليوم في متحف اللوفر للاحتفال بالعمل الذي نطلع به جميعا لحماية التراث الثقافي. في هذا اليوم الأخير من شهر يناير يجب أن ننتهز هذه الفرصة لنتمنى لكم عاما سعيدا، عام 2022. آملين بأن هذه السنة الجديدة ستتيح لنا أن نعزز من عملنا في حماية التراث الثقافي في العالم. منذ إنشائه في عام 2017 فإن تحالف ألف أكد على قدرته على التدخل في مناطق النزاع المسلح، وذلك من أجل حماية التراث الثقافي هناك وفي كافة مناطق العالم، وكذلك تقديم الدعم للجماعات المحلية المتضررة. وبهذا فإن التحالف يساهم في هذه المهمة الأساسية التي تطلع بها اليونسكو، أي حماية وتعزيز التراث العالمي. كما تعلمون عام 2020 سيكون الذكرى 50 لاتفاقية 72 لليونسكو بشأن التراث العالمي، 5 عقود من العمل عمل المجتمع الدولي من أجل حماية هذه المعالم المشتركة. من يقول بأن إنسانيتنا وثراءها وأماكنها، إذن هذا التراث الذي يهدده النزاع وفي اتفاقيتها الدولية وفي الميدان، فإن اليونسكو تعمل جاهدة من أجل حماية هذه الأماكن العالمية. هذا ما قمنا به في باميان في أفغانستان، وقمنا بإعادة كذلك بناء جسر في البوسنة والهرسك. في مناطق النزاع هذه فإن تحالف ألف منذ عام 2017 أصبحت مصدر دعم كبير في مناطق النزاع. هذا ما رأيناه في أفغانستان، في مالي، في العراق، وفي لبنان مؤخرا. والتحالف كذلك يعمل من أجل حماية موقع التراث
مثلا إذا هذا ما رأيناه في مالي في أفغانستان. ومن جهة أخرى فإن عمل ألف من أجل ترميم العديد من المعالم في الموصل تندرج في المبادرة التي أطلقت في شهر فبراير 2018 من قبل اليونسكو والإمارات العربية المتحدة لإعادة إحياء روح الموصل. في نينيف قمنا بحشد مواردنا وذلك بدعم من الإمارات العربية المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي من أجل حماية المعالم التاريخية التي لتلك المدينة التي تدل على التنوع الثقافي. كما أننا الألف تشارك ذلك في مبادرة لبيروت التي أطلقتها اليونسكو. ولهذه الأسباب فإن عمل ألف قيم للغاية ويجب علينا أن نكون مسرورين لذلك. ولذلك أود أن أشكر كافة المانحين أنتم لأنكم بدعم عملنا هذا العمل. فإن ألف تعطي لليونسكو وللدول 193 الأعضاء فيها موارد إضافية للتدخل في مناطق النزاع. هذه هي أولوية منظمتنا ونحن نسعى أيضا إلى حماية التراث العالمي والتنوع الثقافي التي في الغالب ما تكون معرضة للخطر. ولأن ألف قطعت هذا الوعد لتقديم موارد إضافية للتدخل وبالسرعة فاليونسكو تمكنت إذن من أو قامت بتقديم الدعم للتحالف منذ البداية في شهر ديسمبر في أبو ظبي وكذلك في مجلس التحالف. إن هذه الصلة الوثيقة هي التي يجب علينا أن نحتفل بها هنا اليوم. إن مؤتمر اليوم هو فرصة سانحة لليونسكو لتؤكد عن دعمها لألف وتنضم للنداء الذي أطلقته فرنسا حتى يواصل المجتمع الدولي العمل من أجل حماية التراث الثقافي لأن هذا موضوع يهمنا جميعا وهو ما يجمعنا كإنسانية. شكرا جزيلا. أود الآن أن أعطي الكلمة للسيد جان لوك مارتينيز. سيدي تفضل إلى المنصة. إذن رئيس اللجنة العلمية لألف. أصحاب المعالي والسعادة، يسرني أن أقدم الآن لكم شهادات حية وذلك من أجل التعرف أكثر على حصيلة ألف خلال السنوات الأخيرة. أنا أترأس اللجنة العلمية منذ 3 سنوات الآن ومع زملائي 10 خبراء دوليين إذن في هذه اللجنة. كنا نود أن نقترح إذن عليكم أو نقترح لمجلس الإدارة مشاريع ملموسة، مشاريع الهدف منها هو إشراك المجتمعات المحلية، سكان المحليين، وذلك من أجل إرساء السلم في تلك المناطق. حرصنا كذلك أن تكون هذه الاحتياجات أو أن نستمع إلى الاحتياجات الملحة للسكان المحليين، وهذا ما تسعى ألف لقيام به منذ 5 سنوات. وهنا أود أن أقدم لكم مقطع فيديو لأذكركم بكل هذا. قبل از این هم دیگه دیدم کاری دخون کاری و دخونی و مثلا کاری مزور کاری نمیکارای ساله نمیکاره در مارکاب بگرام ما در فامیل 10 نفر هستم که تنها کارگر من خودم هستم دیگه اشکلش بچه های من 10 ساله پایان است دیگه چند تا سیاسر است که دختر هست واقع کلان هستن صاحب کار نیستن مکتب میخوانم من نمیتونم دیگه کارگر خودم هستم 10 ریال هستم این نمیکاره که میکنم فضل خدا با خوب وجه پر روزگار میشه. عندنا احنا تنوع سكاني، عندنا احنا القرية يعيشون بها التركمان، العرب، الشبك، المسيحيين، تعايش سلمي بيناتنا. الدير له واقع في نفسي ونفوس الآخرين.
والدير هو شيء جزء من المنطقة وله تاريخ يعني مع المنطقة لا يمكن أن ننساه ولا يمكن أن نتجاهله. Les changements climatiques, c'est une grande menace à Agadez. Aujourd'hui, il pleut beaucoup plus fort. Donc tout de suite, on a des torrents qui viennent et on a eu des maisons qui ont tombé. Tout de suite, on a eu surtout des maisons où les fondations ont commencé à partir parce qu'il pleut beaucoup. L'ancienne méthode, les techniques traditionnelles, ça a montré que ça peut résister beaucoup plus à cette intempérie. Donc on a proposé des formations des jeunes maçons aux techniques traditionnelles de crépissage. Et ils peuvent continuer durablement à entretenir la maison. C'est une organisation dont l'Afrique a besoin, dont les musées africains ont besoin. Si demain nos enfants et les enfants de nos enfants arrivent à voir les objets, ce sera en partie grâce à Alif. Alif nous a aidés de façon cruciale, non seulement pour le soutien financier qu'on a reçu pour le projet, mais aussi un support humain, d'autant plus dans une période si difficile comme en 2020. والعمل لخدمة هذا البلد مع الشكر والتقدير. Cette conférence est également l'occasion de rendre هذه الثقة إذن هي كذلك فرصة للإشادة ب الرئيس الأول لألف والذي يشرفنا بحضوره معنا اليوم. أود أن أوجه الدعوة إلى سيد جاك لونغ رئيس معهد العالم العربي وممثل الجمهورية الفرنسية في ألف. تفضل سيدي. Mesdames et messieurs, excellences. معالي الحضور الكرام أصحاب السمو والسعادة. كلمات مقتضبة فقط. وأفكر في الرئيس الراحل فرانسوا ميتيران في هذا المتحف اللوفر. أراد وأردنا أن ينظم هذا المؤتمر اليوم هنا. في ذات المكان كان مقر وزارة المالية الفرنسية وكانت هناك إرادة سياسية ليس لتدمير وزارة المالية تم نقلها إلى مبنى آخر مبهج ولكن رمزية هذا المقر قوية وأعطينا الثقافة والفنون والتاريخ والتراث الأولوية على الشؤون الإدارية والمالية وهذا له رمزية قوية وكان يتطلب ذلك من المسؤولين السياسيين طموح وإرادة خاصة وهذه الإرادة هي التي ما تجمعنا كأصدقاء حول أليف. السيد مارتينيز هو الذي أطلق هذه الفكرة في تقريره لرئيس الجمهورية فرانسوا أولاند ثم تنظمت الأمور بطريقة سريعة فعندما تكون هناك الإرادة تتسرع الأمور وتم تعيين السيد محمد أبو براق من الإمارات وأنا عينت أيضا وأرسينا قواعد هذا التحالف للصداقة كما قال توم كابلون ومؤتمر أبو ظبي
وضعت روح هذا المشروع، وأشكر كل من أسهم فيه. والآن لدينا فريق للعمل، العمل من أجل الثقافة، من أجل التحويل، ومن أجل البلدان الأخرى. توم كابلان يتعاون مع نائبي رئيس مرموقين باري زكري، الذي يضع كل جهوده وحيويته وثقافته في منصبه، ومحمد البراق وهو ممثل عن دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتعاونون مع مجموعة من الخبراء عالي المستوى، ومن شخصيات مرموقة من قبيل صاحب السمو بدر. فهناك ثورة قائمة، ثورة ثقافية قائمة في شبه الجزيرة العربية، ونحن نرحب بذلك. ومجلس أو لجنة علمية يترأسها السيد مارتينيز، والمدير وهو أميرال يحيى الأميرال فرولان. يعمل بشكل شاق، فعلينا أن نهنئه. وأود أن أتقدم بالشكر للسيد الرئيس إيمانويل ماكرون، فلحظة توليه منصبه قرر أن يحشد الجهود من أجل تطوير عمل الأليف. شكرا جزيلا للجميع. Merci, Monsieur le Ministre. شكرا معالي الوزير. كما فهمتم، أليف متواجدة في حوالي 30 دولة، وخاصة في العراق، حيث تدعم هذه المؤسسة 35 مشروع لإحلال الاستقرار والصون والحفظ للتراث الأثري لذلك البلد. وأشكر السيد ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار، والذي نتعاون معه، نشكره على حضوره هو وفريقه. معالي الوزير، لك الكلمة. أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم. في هذا اليوم والعراق تعرض تراثه الثقافي إلى ما تعرفون، نقف شاكرين لمجموعة الدول والمؤسسات التي عملت على تأسيس ألف ودعمها: فرنسا، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الصين، المغرب، الكويت، لوكسمبورغ، سويسرا، موناكو، ومجموعة من المؤسسات مثل مؤسسة أندرو ميلون ومؤسسة غندور للفن، وكذلك أبطال ألف بقيادة توماس كابلان وفاليري فيرلاند وجان لوك مارتينيز والفريق الآخر. أصحاب المعالي والسعادة، عندما نتحدث عن مؤسسة رصينة وجادة وذات مفاهيم راسخة ولها بصمة محكمة عالمياً، تهتم بالحفاظ على التراث العالمي وحمايته، يتبادر إلى الذهن على الفور التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع ألف، بهدف معبر وشعار يقول: حماية التراث لبناء السلام. سيداتي وسادتي، لقد عانى العراق طويلاً من فترات عدم الاستقرار والحروب وغزو القوى المتطرفة لبلد معروف بحضارته العريقة وتراثه الثقافي الثر، ولحقت أضرار بالعديد من مدن العراق ومواقعه التراثية جراء التدمير المتعمد والقصف والنهب. إن عمل ألف في العراق دليل
على قدرة المؤسسة الكبيرة على تقديم دعم فعال للبلدان المتضررة من النزاعات والحروب، كما كانت وما تزال رائدة في الاستجابة لدعوات الإغاثة وإحياء التراث الإنساني الغني. في الموصل شهدنا دعماً حقيقياً لمدينة عانت من القمع والاحتلال والدمار تحت عصف داعش الإرهابي، وتسهم ألف في إحياء الموصل مع منظمة اليونسكو من خلال دعم ترميم وإعادة إعمار بيت التتنشي وتأهيل مسجدين، مسجد الرابية والمصفي وكنيستي مارتوما والطاهرة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المتحف ومجموعاته الأثرية التي كما نتذكر جميعاً كانت مستهدفة على نحو خاص من داعش. وتدعم ألف أيضاً إعادة تأهيل المواقع الأخرى في المنطقة التي تضررت من متطرفي داعش، مثل موقع التراث العالمي في الحضر ودير مار بهنام، بالإضافة إلى العديد من المواقع في إقليم كردستان العراق بما في ذلك المواقع التابعة للمجتمع اليزيدي. جاءت قوة الشراكة بين الهيئة العامة للآثار والتراث بوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية من خلال التعاون الوثيق الذي ساعد في تحديد ومعالجة الأولويات في حماية التراث، فقد تم دعم 35 مشروعاً حتى الآن من أصل 150 بقيمة إجمالية تقارب 13 مليون دولار أمريكي. وكانت سرعة استجابة ألف على مستوى عال من المهنية تسرع هذه المؤسسة دوماً في تلبية طلبات المساعدة وضمان الدعم الفعال، كما يتضح من خلال مشروع الطوارئ لإنقاذ طاق كسرى في مدينة طيسفون، حيث كان الأداء المتميز السمة الكبرى لألف الذي تم تنفيذه بسرعة وفعالية من خلال منحة إنقاذ أولية. في أثناء جائحة كورونا دعمت ألف أيضاً مؤسساتنا وساعدتها على مواصلة حماية تراثنا. لقد شهدنا بإعجاب تفاعل هذه المنظمة وقراراتها السريعة والمرونة والدعم المستمر الذي يضمن توجيه المشاريع إلى الانتهاء وتقديم النتائج التي لها تأثير حقيقي على الأرض من حيث الحفاظ على التراث وبناء السلام وتدريب الخبراء وتحسين حياة الناس. نتطلع إلى مواصلة العمل معاً على أساس الاستراتيجيات المطروحة على نحو مشترك للحفاظ على التراث الثقافي في العراق، وهي استراتيجية ستضمن أن يكون تعاوننا أقوى ومن ثم سيكون تأثيره على عملنا أكبر. شكراً جزيلاً لإصغائكم. Merci, Monsieur le Ministre. Comme nous l'avons entendu déjà de maintes reprises, une des forces هذا كذلك ما رأيناه في عام 2020 بعد انفجار مدينة بيروت. واستجابة لهذه الكارثة، ألف حشدت مواردها في أيام قليلة، لأن ألف هي كذلك رجال ونساء يعرفون بعضهم البعض ويعملون معا. أود هنا أن أوجه الكلمة إلى السيد ساركيس الخوري، المدير العام للأثار في لبنان، الذي لم يتمكن من الحضور معنا. يسرني أن أقدم لكم وأن أحدثكم عن عواقب انفجار بيروت على التراث الثقافي، ولكن أود كذلك أن أشكر كافة المنظمات الدولية التي حشدت مواردها من
أجل مساندة مديرية الأثار، بما في ذلك تحالف ألف الذي قدم لنا المساعدة على جناح السرعة. بعد هذا الانفجار المروع، المديرية العامة للأثار بما أنها الفاعل الأساسي في العمليات المتعلقة بصون وحماية الهوية الثقافية، تدخلت على الفور، وذلك بإنشاء خلية أزمة تتكون من مهنيين في مجال الترميم والصون. هذه الخلية حشدت مواردها للتدخل على جناح السرعة وإجراء جرد للأضرار التي لحقت بعد ذلك الانفجار. تم إعداد تقرير أولي يشير إلى المواقع المهددة، ويقوم كذلك بتقييم التكاليف وخطة العمل التي يجب اتباعها من أجل ترميم تلك المواقع. مئات المواقع تعرضت للضرر وبلغت قيمة الأضرار بل وتجاوزت 300 مليون دولار، ومن 5 ملايير في القطاع الثقافي بصفة عامة. ولذلك تجلت مبادرة باك لتقديم الدعم لبيروت. هذا المشروع بدأ من خلال إعادة أو إصلاح متحفنا الوطني الذي يعتبر رمزاً لذاكرتنا المشتركة ولتاريخنا العريق. هذا المتحف تعرض للضرر من جراء الانفجار، وهذا المشروع نطلع به بفضل دعم مالي من ألف وبخبرة من متحف اللوفر. أشكر تحالف ألف على المساعدة الطارئة التي قدمتها لنا والتي تجاوزت 200,000 دولار في المرحلة الأولى. أود كذلك وباسم الشخصي أن أشكر فاليري فريلون المدير التنفيذي لألف، وجون لوك مارتينيز الرئيس السابق ومدير سابق لمتحف اللوفر، واللذان أبديا عن تضامنهما عشية الانفجار مباشرة. هذا أتاح لنا جبر الأضرار التي طالت كذلك المديرية العامة للأثار. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأهنئ سيدة لورنس دوغار على تقلدها لمنصب المديرة عن جدارة واستحقاق. إن مشروع باك المتعلق بخطة عمل لإنقاذ التراث الثقافي في لبنان ولا سيما في الأحياء الأكثر تضررا. مئات المباني إذن تعرضت للضرر، ولذلك فنحن بحاجة إلى مشاركة العديد من الجهات بما في ذلك ألف التي قدمت أكثر من 2.3 مليون دولار لهذا الغرض، وتم تنفيذ 7 مشاريع في هذا الصدد. كما أن حوالي 20 مبنى فقدت أسقفها وتضررت أكثر، سيتم إذن العمل عليها قبل حلول فصل أو تم العمل عليها قبل حلول الشتاء لتفادي تضررها أكثر من جراء الأمطار. المدرسة العليا للأعمال ستطلع بمهمة إذن إدارة هذه الموارد المالية، وفي الآونة الأخيرة فإن مشروع حماية موقع بيبلوس كذلك يدخل في إطار هذه المبادرة. إن هذا التحدي هو تحدي كبير للغاية، أي حماية وصون تراثنا الإنساني، لأن وفي هذا الصدد فإن وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار لم تدخر جهدا من أجل خوض هذه المعركة لحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي. المديرية العامة للآثار ستعمل إلى جانب كل من سيسعى لحماية
التراث والمتاحف في لبنان. أود أن أشكر جزيل الشكر كافة المنظمات الدولية التي تساند المديرية العامة لحماية وإصلاح المتاحف في لبنان، المبادرات الطوعية كذلك من المجتمع المدني التي تساهم أيما مساهمة في إعادة البناء، إضافة إلى ذلك السكان والتجار الذين يحاولون إعادة إحياء بيروت من رمادها مرة أخرى. أشكر كذلك منظمي هذا المؤتمر، إضافة إلى كافة المشاركين والجهات المانحة في ألف. شكرا جزيلا. إذن كما قلت فإن ألف لها قدرة على الاستجابة بفضل شبكتها الخاصة، كما أنها تطلع بعمل بالاستناد إلى العديد من الشركاء في العالم، شركاء يسعون إلى التحلي بالفعالية، من بينهم المركز الإقليمي للتراث من البحرين. هنا نود أن نشير إلى مشروع في اليمن، وهنا أود أن أوجه إذن الكلمة إلى السيدة سلمى كاسل لتأخذ الكلمة. شكرا سيدي مارتينيز. أصحاب الفخامة، حضور الكرام، نيابة عن المركز الإقليمي العربي، يشرفني أن أخذ الكلمة لألفت انتباهكم إلى شراكة مثمرة تم تمويلها بسخاء من قبل مؤسسة ألف، نيابة عن صاحبة السمو الشيخة مي بنت محمد الخليفة الرئيسة للمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، وهو مركز الفئة الثانية تابع لليونسكو مقام في مملكة البحرين، وشركاء محليين في جمهورية اليمن، وخاصة المنظمة الشاملة لحماية المدن التاريخية في اليمن كوفسي سيبان، وكذلك مجتمعات محلية التي أريد أن أعرب عن تقديري لها على وأن أقدر جهد مؤسسة ألف ومجلسها العلمي على جهودها لحماية مدينة سيبام القديمة المصورة التي أدرجت على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر منذ 2015. التراث العالمي خضع لتهديدات بسبب النزاعات، ولكن أيضا بسبب تساقط الأمطار الغزيرة التي أدت إلى تدهور هيكل المقر، وكذلك إلى الفقر ونزوح السكان. شراكة المشروع ركزت على الإسهام في حماية القيمة العالمية الاستثنائية بترميم 15 مبنى تاريخي من خلال خلق الوظائف للحرفيين المحليين الذين كما ترون على الصورة يطبقون خبرتهم التقليدية، وهذا يسمح للأسر المحلية بأن تعود إلى ديارها. كيمنية سنحت لي الفرصة أن أزور موقعا وأن أبقي شراكة قوية مع المجتمع المحلي والحرص على أن يتقدم المشروع، ويسعدني بأن أعلن أنه على أساس 15 مبنى تاريخي اكتمل ترميم 5 مواقع وخمسة مباني حتى الآن، وبدأ العمل في 4 منها. مرة أخرى ونيابة عن شركاء المشروع والمجتمع المحلي، أود أن أعرب عن بالغ تقديرنا لمؤسسة أليف وتطلع لمواصلة تعاوننا، وشكرا. شكرا على هذه الشهادة وشهادة
أخيرة عن طريق الفيديو مرة أخرى. سنتشرف بسماع لشهادة السيدة المديرة جيل تيفن تالر رئيسة مؤسسة ناشونال جيوغرافيك التي تسهم في حماية وحفظ التراث العالمي حول العالم ناشونال جيوغرافيك. دكتور جيل تيفن تالر لها الكلمة. أهلا بكم، أنا رئيسة ناشونال جيوغرافيك سوسايتي. لمن دواعي الشرف أن أنضم إليكم من مقر مؤسستنا في واشنطن دي سي، ونيابة عن منظمتي شكرا على احتضان هذه المناقشة القيمة. في ناشونال جيوغرافيك نشاطركم حماستكم لحماية التراث العالمي ولدعم المجتمعات المحلية في تلك المواقع. دعم هذه المواقع لا يتم بين العشية وضحاها، هذا يتم بشق الجهود والتعاون مع الحكومات والمنظمات والأطراف الأخرى لبحث وصون هذه المواقع. نتشرف بمرافقتكم في هذا المشروع كشريك رسمي لحماية التراث العالمي. برامجنا وأعمالنا لحماية المواقع في العراق وفي مواقع أخرى يكمل العمل الذي أطلق قبل 5 سنوات. مؤسساتنا تعمل على الحصول على النتائج محليا لحماية مواقع التراث القيمة. ناشونال جيوغرافيك أجرت هذا العمل منذ أكثر من 50 عاما، ونلتزم بنفس المهمة مع أليف، ونتطلع لتعاون مثمر. وشكرا. لمواصلة هذا المؤتمر أدعو السيدة فرولان فاليري المديرة التنفيذية لأليف. Merci Jean-Luc, ce n'est pas encore l'amiral, c'est simplement le directeur exécutif d'Alif qui est avec vous. شكرا جزيلا أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، أيها الأصدقاء الأعزاء. ألف ما لم تكن لما هي عليه اليوم دون شركائها. نحن صندوق نقوم بتمويل مشاريع ونقوم باختيار تلك المشاريع ونحاول مرافقتها بكل إنسانية. نحن نعمل مع عشرات الشركاء الدوليين والمحليين، وهدفنا في السنوات المقبلة هو تطوير هذه الشركات، لأنه معا وبحشد كافة الإيرادات الحميدة سنتمكن من بلوغ أهدافنا. قبل أشهر قمنا بالتوقيع على اتفاقات ومذكرات تفاهم مع عدد من المنظمات. لدينا شراكة مع اليونسكو مثلا، نحن نعمل عن كثب معها وبانتظام. لدينا كذلك اتفاق مع تحالف الحضارات والوردز وومن فند، واليوم هذا الاجتماع بالنسبة إلينا هو فرصة لنؤكد لكم بأننا في إطار وفي هذا النظام الإيكولوجي، ونحن مستعدون للعمل مع شركاء جدد ومستعدون للتوقيع على اتفاقات جديدة. قمنا بالتوقيع إذن على اتفاقات جديدة مع المركز الدولي للدراسات في مجال حماية وصون التراث الثقافي، مذكرة تفاهم مع المجلس الدولي للنصب التذكارية والمواقع الأثرية، كذلك مع المجلس الدولي للمتاحف أوروبا نوسترا، كذلك المعهد الوطني للتراث الفرنسي سايبرس انستيتيوت، هنغاري هيلبس، المدرسة المتعددة التقنيات لميلان، مؤسسة سانتانيا في تورينو، إضافة إلى ناشونال جيوغرافيك سوسايتي ومنظمة إدارة التراث كذلك هيريتج. إذن
كافة هذه الشركات والشركات المقبلة ستتيح لنا خلال السنوات الخمسة المقبلة أن نقوم بتعزيز مرونتنا أكثر فأكثر وأن نطور إجراءات لمواجهة حالات النزاع والخطر، وعلى غرار ما شهدنا في أفغانستان مثلا مؤخرا. هدفنا الثاني هو أن نستجيب للاحتياجات في الميدان، ولا سيما فيما يتعلق بالتدريب، ولا سيما في البلدان ذات الأولوية. العراق الذي لدينا به علاقة هي أكثر من مجرد علاقة عمل، بل هي علاقة صداقة، ولدينا شغف مشترك بالتراث. شكرا سعادة الوزير على حضورك اليوم معنا. سنواصل هذا العلم الحثيث في حضرة، في طق كسرى، وكذلك في متاحف بغداد والموصل. نود كذلك أن نعمل أكثر في اليمن وأن نعمل مع الشركاء المحليين والدولي لإعادة إصلاح مدن مثل شبان زبيد وسيئون، وذلك بمشاركة شركائنا في مالي أيضا مع اليونسكو وشركاء آخرين. لدينا العديد من المشاريع وسنحاول مواصلة العمل لمواصلة الحفاظ على المواقع المذهلة لهذا البلد. أخيرا في أفغانستان، حيث أن المساعدات الإنسانية مهمة للغاية، وسنواصل العمل مع فاعلين يحظون بثقتنا وفي ظل احترام القيم العالمية ولا سيما المساواة بين الجنسين. باسم فريق أمانة ألف، هذا الفريق المتواضع الذي بذل ما في وسعه من أجل تنظيم هذا الحدث اليوم، وأنا فخور للغاية بهذا الفريق. أود إذن باسمهم جميعا أن أقول لكم بأننا ملتزمون مع البلدان التي تعاني من الأزمات لحماية التراث، وأشكركم جزيل الشكر جميعا على ثقتكم. Many thanks, Valérie. شكرا جزيلا فاليري. الآن سننتقل إذن إلى القسم الذي يعنى بالدعم السياسي والالتزامات. حتى الآن إذن على الصعيد الوزاري أولا، إذن بترتيب حروف الهجاء، أولا ألمانيا كاتيا كول وزيرة الدولة في إذن المكتب الفيدرالي لشؤون الخارجية. Monsieur le ministre, madame سيدي سيداتي وسادتي الوزراء والوزيرات، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، الفيلسوف برنارد دوشارت قال في مقولة مشهورة بأننا مثل أقزام على أكتاف عمالقة. هنا في متحف اللوفر نحن جالسون على أكتاف التاريخ. اللوفر في البداية كان من بين الجدران التي تحمي المدينة، وعلى هذه القاعدة تم إنشاء إقامة ملوك فرنسا، وبعد ذلك تم تحويله ليصبح اليوم من بين أشهر وأجمل المتاحف في العالم، قريب من نهر السين، وهو يحمي العديد من العينات المذهلة للتراث العالمي. كل جيل ترك بصمته في اللوفر، ولذلك فنحن بحاجة إلى قرون من أجل بناء هذا التراث الإنساني. هذا التراث استغرق سنين لبنائه، ولكنه في بعض الأحيان يدمر في غضون دقائق قليلة. هذا ما رأيناه في تدمر، هذا ما رأيناه في ريو دي جانيرو، كذلك في البرازيل. التراث الثقافي مهدد من قبل النزاع ويد الإنسان المدمرة في بعض الأحيان، والكوارث الطبيعية وعواقب الأزمة المناخية أيضا. الصيف الماضي طوفان دمر العديد من النصب التذكارية في ألمانيا مثلا،
يجب علينا أن نحشد جهودنا من أجل حماية التراث الثقافي، ولا سيما على الصعيد الأوروبي والمتعدد الأطراف في اليونسكو. ولذلك فإننا نؤيد دون تحفظ هذا النهج المتعدد الأطراف لألف، لأنه يساهم مساهمة معتبرة في حماية وإصلاح التراث الثقافي في المناطق النزاع وبعد النزاعات. نحن حاليا ندرس إمكانية الانضمام، إذا انضمام ألمانيا إلى ألف ومشاركة مالية، ولكن أطمئنكم منذ الآن بأننا ملتزمون أي التزام بمشاركة خبرتنا وتعاوننا معكم. إن برنامجنا الثنائي الطرف لحماية التراث الثقافي أنشئ قبل 40 سنة، وقد مول أكثر من 3000 مشروع في 145 بلداً. حالياً مع معهد علم الآثار الألماني وشركاء آخرين نقوم بوضع آلية جديدة تسمى كولتور أودغيتن. هذه الآلية تتيح التدخل مباشرة لحماية مبان وأغراض، وذلك من خلال حشد الوسائل التكنولوجية والخبراء وإرسالها إلى البلدان المتضررة. وهذه الآلية سيتم تفعيلها في إطار إذن الحماية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي كذلك. أنا أرى إمكانات كبيرة للتعاون بين ألف وهذه الآلية. هذه الآلية كولتور أودغيتا هي بمثابة جهاز لتقديم المساعدة على جناح السرعة في حال الأزمات الطارئة. ألف تهدف إلى تقديم المساعدة، ولذلك فإن هاتين الآليتين من شأنهما أن تساهما في حماية التراث الثقافي على المدين الطويل والمتوسط بعد الأزمات. أيها السيدات والسادة، اللوفر تطور، أصبح من قلعة إلى مهد مفتوح يحمل تحفاً ويجمع بين العديد من الأشخاص، وهذا جعله مكاناً رمزياً لتنظيم هذا المؤتمر هنا اليوم. إن الحماية المثلى في هذا العالم الذي يشهد العديد من التهديدات لا تكمن فقط في بناء أسوار عالية، ولكن في تشييد وبناء جسور. وهذا ما تقوم به أو ما يقوم به ألف من خلال هذا النهج المتعدد الأطراف. ولذلك فنحن نؤيد هذا النهج تأييداً تاماً، ونحن مستعدون لبذل جهودنا ومشاركتكم إياها لحماية التراث الثقافي المشترك لنا جميعا. شكرا. شكرا جزيلا سيدتي الوزيرة. الآن أود أن أوجه الدعوة إلى صاحب المعالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة من البحرين. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الأصدقاء الأعزاء، في هذه المبادرة الرائعة ألف التي تسعى للتعمير وتحارب التدمير، هنا هذه المبادرة التي انطلقت من مدينة النور من باريس وبمباركة ودعم من الإمارات العربية الشقيقة، وحضور هذا التجمع العالمي العالي المستوى لكي يقدم للعالم أجمع صورة جميلة لمحاربة كل ما يدمر تراثنا الإنساني. ونحن نعتز بهذا التراث، كلنا في أوطاننا، هويتنا ومستقبلنا مربوط بالمحافظة على هذا التراث. أكثر من سعيدة أن أكون هنا لمثل مملكة البحرين التي تسعى بدورها عبر المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، وهو من الفئة الثانية، يتبع اليونسكو في قوانينها وفي ما تعمل له من أجل المحافظة على التراث الإنساني وتسجيل أكثر مواقع. وأكثر من سعيدة بأن كنا قد استعرضنا بعض من المبادرات التي عرضتها زميلتنا من اليمن وفي اليمن، وكذلك تسجيل مواقع التراث التي لابد أن نسعى لتسجيلها لكي نؤمن حمايتها ودعمها في هذا التجمع
الجميل. أكرر شكري لكل من ساهم ودعم وقدم المساعدة لهذه الدول التي تعرضت لخطر التدمير. ومن جانبنا نسعى بدورنا لنقدم كل ما نسعى إليه، ونكرر دائما أن الثقافة فعل المقاومة، وهي الوحيدة المعول عليها في هذا العالم الذي يهتز حولنا، وفي هذه المتغيرات التي يشهدها عالمنا العربي بالتحديد وفي العالم أجمع. هناك كثير من العثرات نحاول تقويمها عبر الثقافة، عبر أسلحتها، عبر حضورها القوي والمؤثر في هذا العالم. ألف شكر لجميل استماعكم، وسعيدة بأن أكون معكم وأن أكون ضمن المشاركين في هذا المؤتمر العالي المستوى، وأن يضم هذا المؤتمر أو نحظى بأن نكون في هذا المتحف الرائع حيث الآثار، وحيث نقدم البحرين في شهر أكتوبر عبر الاتفاقية التي عقدت قبل عامين وتعذر تنفيذها بسبب الجائحة، نكون هنا في اللوف لكي نقدم آثار البحرين، حضارة دلمون الأولى التي شهدت على ما نسجله في التراث الإنساني العالمي، وعلى الحقب التي تعاقبت على الجزيرة التي كانت معبرا بين الشرق والغرب والتي هي مرفأ للعالم. من هناك أقدم تحياتي من مرفأ العالم، من دلمون، من البحرين لكم جميعا، وأتمنى أن يشهد اجتماعا آخر في مملكة البحرين أيضا. سعيدة بكوني معكم، وألف شكر لجميل استماعكم. Thank you. From China, شكرا جزيلا من الصين. أود أن أوجه الكلمة إلى السيد ليكون، مدير الإدارة الوطنية للتراث الثقافي وممثل الحكومة الصينية. صاحب الفخامة الرئيس ماكرون، معالي المديرة أزولي، السيد نائب الوزير، معالي وأصحاب السعادة السفراء، سيدات والسادة، إنه لمن دواعي الشرف أن نشارك في هذا المؤتمر الثاني للأطراف المانحة مؤسسة أليف. أود أن أشكر الحكومة الفرنسية ومتحف اللوفر وأمانة أليف على جهودهم في التحضير لهذا المؤتمر. الكثير من الأصدقاء من المجتمع الدولي والتراث في مجال التراث العالمي نتعاون معهم، وصاحب الفخامة شي جي بين قدم أفكاره من أجل الصون وحفظ التراث العالمي، وأشار إلى أن التراث الثقافي هو سمة قيمة وتحمل حضارتنا وتنقل روحنا. والكثير من الحكومات تعاونت مع الصين لتعزيز وحفظ هذا التراث الثقافي وإضفاء طابع علمي وتحقيق الاتساق في هذه الجهود في روح من المسؤولية أمام التاريخ. في الكثير من المناسبات قام الرئيس شي بمشاطرة رؤية الصين بشأن التراث العالمي، وقدم إسهام الصين وحكمتها للحضارات الأخرى، تنوع الحضارة الإنسانية والتبادلات ما بين الحضارات تشكل سمة قيمة. فنعلن أن الصين على استعداد للاطلاع بمسؤوليتها في حماية وتعزيز هذه الممتلكات القيمة وللترويج لتنمية مستدامة عالميا، وللتسهيل لبناء مجتمع من المصير المشترك. الإعلان أبو ظبي تم إطلاقه ردا على تدمير التراث الثقافي الناجم عن الحروب، مما دل على تصميم المجتمع الدولي على حماية هذه المقرات. الإدارة، إدارة التراث الثقافي في الصين، ترجمت الأقوال إلى أفعال وساهمت في خلق هذا التحالف الدولي لحماية التراث الثقافي أليف.
أليف هي مبادرة رائدة للتصدي لتحديات العصر وتتم في روح من التعاون، وهي سمة أساسية لدعم آلية التنسيق الدولي. الصين وفرت دعما ماليا متواصلا وسهلت في إنشاء مقر آمن للممتلكات الثقافية، وعينت ممثلين صينيين لدى مؤسسة أليف، ولطالما كانت الصين إلى جانبكم. أليف تطورت إلى منظمة دولية تركز على حماية التراث الثقافي المعرض للخطر في مناطق النزاعات. نلتزم بحماية التراث الثقافي في كل الظروف، في أحوال الطوارئ، لحماية وللترميم ما بعد النزاعات، ولتأمين الظروف الاجتماعية لتحقيق هذه المشاريع. أليف دعمت 150 مشروعا في 30 دولة، وتعد فاعلا أساسيا لحماية التراث الثقافي أمام التهديدات المحدقة حوله. وهذه الأعمال لها أهمية خاصة وتضفي طابعا إنسانيا على هذه الجهود، وهذا يدل على العلاقات التاريخية والصون الإنساني الذي نخصصه لهذه المقرات ولإدامة ذاكرة الإنسانية وحمايتها. الصين لها ثقافة وحضارة عريقة، ودائما آمنت في التعاون متعدد الأطراف لحماية روح الحضارة الإنسانية، لطالما التزمت بحماية التراث الثقافي. وبالتعاون مع الصين ومع اليونان عفوا ودول أخرى، استعرضت إمكانيات تعزيز الآلية الدولية لحماية التراث الثقافي في إطار مجموعة العشرين، وضمت جهودها إلى الجهود الدولية لحماية التراث أمام التغير المناخي، وتعاوننا مع حوالي 40 دولة لصون المعالم التاريخية وفي أعمال الحفر الأثرية، وأطلقنا المبادرة الآسيوية للتراث الثقافي وحمايته الذي يضم 27 مؤسسة في إطار التحالف الآسيوي، ونسقنا بين جهود 9 متاحف بما فيها قصر دونوانغ و المتحف التاريخ لهونغ كونغ، وأقمنا معرضا لاستعراض التحف العريقة لهذه المؤسسات، ونطلع بمسؤوليتنا في هذا المجال. التراث الثقافي يجب أن يكون أن يؤمن حيزا لمجابهة التحديات العالمية. التراث، حماية التراث الثقافي المعرض للخطر، يجب أن يحظى بدعم الجميع، فهذه قضية قيمة. ففي إطار هذه العملية سعت الصين جاهدة في تقديم دعمها لهذه الجهود. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الأصدقاء الأعزاء، الشعب يتطلع للعدالة. حماية التراث الثقافي في المناطق النزاعات لا يجب أن تنعزل من بقية القضايا، سواء كانت عالمية أو إقليمية. فلرمزيته الهائلة كان التراث الثقافي عرضة للتدمير في النزاعات، وهذا له تأثير يقترن بتأثيرات أخرى، ومنها تأثيرات الجائحة، وهذا يشكل تحديا على كل من يعمل في قطاع حماية التراث. ونيابة عن الحكومة الصينية، أود أن أقترح عدد من التوصيات بشأن تطوير أليف في المستقبل. أولا، أن نطلع بمسؤوليتنا بتصميم. فالصين تشكل تخصص هدفا لخلق منظومة من المسؤوليات لحماية التراث الثقافي. يجب أن نستغل
الجهود القائمة لجمع البيانات الخاصة بالتراث الثقافي في مناطق النزاع، وأن نستعرض الحاجيات الإقليمية من شأن إذن في مجال الحماية، وأن ننشر التقارير حول التهديدات المحدقة على التراث الثقافي، وأن نبدي تصميمنا للاطلاع بهذه المسؤولية. يجب أن نطور أعمالا دولية شاملة واسعة النطاق، وبخلق ألف إلى جانب آخرين أسهمنا في هذا التفكير، وننخرط في حوكمة هذه المنظمة ونشاطرها خبرة الصين. وثانيا يجب أن نوحد ما بين رؤانا، واستعرضنا 150 مشروعا، وترى الصين أنه من الأساس أن نعزز ونبرز صورة آليف، وأن نعزز من قوتها. لابد من إنشاء آليات، وأن نعتمد ممارسات جيدة للترويج لأدوات هذه المؤسسة، ونشجع على التعاون في روح من التعلم المشترك حول أساليب الحماية في مختلف البلدان والأقاليم. ويجب أن نروج لدراسة متعددة التخصصات، فالصين مستعدة للعمل مع أليف، وتشجع المتاحف والمؤسسات الثقافية على التعاون مع أليف بمختلف الطرق، المشاريع، وأيضا نشر الأفكار وتقاسم الموارد، وهذا بهدف لعب دور الحجر الأساس في شبكة التعاون لأليف. وثالثا إعادة رسم ثقافتنا، فهناك الكثير من المشاريع التعاونية التي أطلقتها الأليف من أجل الحفاظ على السمات الخاصة بعدد من المناطق ولإدامة حماية التراث الثقافي والتقاليد الثقافية لدى البلدان والأقاليم. وأحيانا تعتمد هذه المناطق على جهودها الخاصة، ولكن كما تقول المقولة، اعطي لشخص سمكا فيمكن أن يتغدى، ولكن اعطيه سنارة يمكن أن يأكل كل يوم. وبهذا يجب أن نروج لنشر هذه المهارات محليا. الصين مستعدة لتوسيع نطاق هذه المبادرات، وندعو أليف إضافة إلى المؤتمرات أن تخصص مزيدا من الأموال وتوجهها للأفراد وللقضايا الخاصة، لاستعمال واستغلال قوة التراث الثقافي لمساعدتهم على إعادة بناء المناطق المعرضة للدمار. يجب أن نفتح فصلا جديدا من عملنا المشترك في المستقبل. نحن إذن في الصباح في بيجين في اليوم الأول من الرزنامة الصينية، ونود أن نكون كالنمور وأن نتطلع للمستقبل كنمور حيويين. وأشكركم. الآن عن بعد نرحب بصاحب السعادة بودروموس بودرومو، مع وزير الثقافة والشباب والرياضة من قبرص. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، يسعدني أن أكون بينكم اليوم. أود أولا أن أهنئ الدول المؤسسة لهذا التحالف بهذا المشروع الهائل والهام، وأشكر كل الدول والمؤسسات على إسهاماتها في نجاح أليف. من واجبنا الأخلاقي
أن نحفظ تراثنا الثقافي وتراث العالم برمته، فهذا جزء لا يتجزأ من تاريخنا، وهو جزء من هويتنا، وهو بوصلتنا للمستقبل. إن انتهاك أو تدمير التراث الثقافي ظاهرة عابرة للقرون، وهناك توازن هش نشهده حاليا في الساحة الدولية. هذا ما تناوله مجلس الاتحاد الأوروبي في دورته السابقة، فهذه القضية لا يجوز أن يتم التطرق لها وطنيا فقط، وهذا يمر بتعاون وثيق ما بين البلدان من أجل الترويج لحماية المعالم وحقوق البلدان، سواء كان مهما كان حجمها. نحن في قبرص في المنطقة الأجمل شهدنا احتلالا لقوى خارجية، السيد مارتينيز والسيد فاليري فريلان المدير التنفيذي لأليف عندما قاموا بزيارة إلى قبرص أدركت أنه كان علينا أن ندعم هذه المبادرة وهذه المؤسسة. في هذه المرحلة نحن في صدد إجراء إصلاح في سياستنا الثقافية، وأنشأنا أمانة للثقافة، مما سيسمح لنا بتكثيف جهودنا وأن نعزز من جهودنا في حماية التراث الثقافي. كوزير للثقافة أطمئنكم بأن جمهورية قبرص تدعم مبادرة ومؤسسة أليف، ونحن بصدد النظر في إمكانية الانضمام إلى هذه المؤسسة، وأتمنى لكم التوفيق في أعمالكم، وشكرا على حسن الإصغاء. Merci le ministre. شكرا معالي الوزير. الآن من كرواتيا عبر الفيديو أدعو صاحبة السعادة نينا كورزينيك وزيرة الثقافة وسائل الإعلام لكرواتيا. أصحاب السعادة، السيد المدير التنفيذي لمؤسسة أليف، الزملاء الأعزاء، يسعدني أن أتحدث لكم نيابة عن كرواتيا، وهو بلد له خبرة ثرية في صون التراث الثقافي أمام الأزمات المتعددة التي واجهتها في تاريخها. منذ عدة عقود مررنا بمراحل دمر فيها تراثنا، إما بسبب الكوارث الطبيعية أو بسبب الحروب، حروب الاستقلال خلال تسعينيات القرن الماضي، ولكن بفضل العمل الذي نقوم به اليوم يمكن لنا أن نقدم دعمنا للمؤسسات الدولية، وهذا ما فعلناه عدة مرات في مالي، في الموصل، في بلدان أوروبا الجنوبية الشرقية. أولا أود أن أشكر مؤسسة أليف التي وقفت إلى جانبنا لترويج التعاون الأوروبي لحماية التراث الثقافي المعرض للخطر، وهي مبادرة جرت في فبراير 2020 في دوبروفنيك في إطار ترأس كرواتيا للاتحاد الأوروبي. وعند ذاك التقينا للمرة الأولى وأدركنا أهمية هذه المبادرة. مؤسسة أليف تروج للتعاون وحماية التراث الثقافي في مناطق النزاع، ولكن مؤسسة أليف كانت سباقة في تقديم دعمها في الزلزال الذي حل بمدينة زغرب، وهنا نعرب عن تضامننا ونحيي بالعمل الهائل الذي تقوم به هذه المؤسسة. كما
تعرفون كانت سنة 2020 صعبة للغاية، وإضافة إلى عواقب الجائحة تعرضت كرواتيا بزلزالين واسعي النطاق اللذين دمر منطقة الشمال وكذلك منطقة زغرب. وبفضل مساعدة الاتحاد الأوروبي ودول أعضاء أخرى ومؤسسات دولية أظهرنا ضرورة التضامن. كرواتيا أظهرت ضرورة هذا التعاون خلال حرب الاستقلال. تم نهب وتدمير تراثنا حيث كان يتم إجلاء السكان والنظر في مشاريع إعادة البناء، وجهودنا تم دعمها من قبل الخبراء الدوليين. وبالتعاون مع اليونسكو قمنا بإعادة بناء مدينة دوبروفنيك، خير مثال إعادة البناء ما بعد الحرب العالمية الثانية، مما جعلنا نعزز من جهودنا لحماية التراث الثقافي. ولذا اخترنا موضوع تدبير المخاطر في إطار ترأس كرواتيا للاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب نواصل نسج الوشائج مع شركائنا اليونسكو، مؤسسة أليف وغيرها من المؤسسات الدولية. ولا يجوز أن نتخلى عن حماية التراث الثقافي، فهذا يمثل تاريخنا وهويتنا، ويجب أن يقترن ذلك بجهود منسقة على المستوى السياسي والمالي. وأنا على يقين أن كون مؤسسة أليف شريكا لنا سنحصل على الموارد الضرورية لمواصلة عملنا، وشكرا. سننتقل مباشرة إلى اليونان. السيدة لينا ماندوني، وزيرة الثقافة والرياضة. Excellencies, we have all seen أصحاب المعالي والسعادة، لقد رأينا جميعا تلك المشاهد المروعة التي طالت متاحف ومواقع أثرية في العالم، وهذه الحوادث من فكت تتزايد خلال السنوات الماضية، وترتب عنها تدمير لمواقع أثرية وممتلكات ثقافية. ولكن فإن استهداف هذه المواقع الأثرية هو موضوع يهم كافة البلدان، سواء في وقت الحروب أو في وقت السلم، والمجتمع الدولي أصبح على دراية أكثر فأكثر بالاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية التي أصبحت آفة لا تخص بلدا بعينه بل تخص جميع البلدان. إن هذه الآفة أصبحت اليوم تتكيف مع مختلف المستجدات ومختلف الحقبات. اليونان انتهجت سياسة متعددة الجوانب لحماية الممتلكات الثقافية. لقد قمنا بالانضمام إلى المعاهدات العالمية من أجل حماية إذن المواقع الأثرية والممتلكات الثقافية في حالات النزاع وفي أوقات السلم كذلك، كما قمنا بالالتزام بإعادة مختلف الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية. هذا القرار وافق عليه 111 بلدا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأخيرة.
يجب أن نواصل محاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وذلك بالمشاركة في مختلف المنتديات العالمية وتبادل الخبرات والبراعات وإيجاد أوجه تآزر من أجل معالجة هذه المشكلة في أوقات السلم وفي أوقات الحرب كذلك. لقد قمنا باتخاذ العديد من الإجراءات وقمنا بتحديد آفاق التعاون الدولي، ولا سيما من خلال الاتفاقات المتعددة الأطراف التي تمكن من تبادل الممارسات والاستفادة منها. ألف هي أداة مهمة في هذا الصدد. اليونان تحيي مختلف المبادرات التي تتخذها ألف، وسنقوم بتأييدها وتمويلها، وذلك من أجل تعزيز صيانة وحماية التراث الثقافي. نحن نعقد العزم على المشاركة في بلوغ أهداف ألف بكل ما في حوزتنا من جهود. شكرا جزيلا لألف ولكل أسرة ألف. And here was the point when His Excellency. والآن كان وزير الثقافة من إيطاليا ليخاطبنا، ولكن نظرا للوضع السياسي في إيطاليا لم يتمكن من الحضور، ولكنه أرسل لنا كلماته، ولذلك أدعو زميلي أندريا بالبو الذي سيقرأ بيانه، إذن بيان الوزير بالنيابة عنه. Thank you. First of all, I would like to thank. أولا وقبل كل شيء أود أن أشكر حكومة فرنسا وعلى وجه الخصوص الوزيرة باشلو على توجيه الدعوة إلينا للمشاركة في هذا المؤتمر الثاني للجهة المانحة لألف. أود أن أعرب عن حماسي الشديد للمشاركة في هذه المبادرة ومساعدة فريقها المكرس الذي كرس عمله وطاقاته لعقود من الزمن. وسأواصل تقديم الدعم له، وهي إذن حماية مبادرة حماية التراث الثقافي في مناطق النزاع. إن التراث الثقافي هو عماد هوية الأشخاص، وهو جزء من إرساء السلم الوطني، ولكن العالم شهد حروبا منذ بداياته. التراث هو ملك للإنسانية جمعاء، ولذلك فعل الإنسانية برمتها أن تقوم بحمايته. في هذا السياق فإن التعاون الدولي وعلى وجه الخصوص في الدوائر المتعددة الأطراف تمثل عنصرا لا غنى عنه من أجل إحراز التقدم. إن الجهود التي بذلتها إيطاليا مؤخرا لتجعل إذن من هذه المسألة في صميم جدول الأعمال العالمي ساهم إذن من خلال إعلان روما الذي ساهمت فيها فرنسا إذن مساهمة كبيرة في إدراج الجانب الثقافي في مجموعة العشرين. فرنسا وإيطاليا إذن ستواصلان العمل على هذه المسألة المهمة، ولا سيما في إطار رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي. إن إيطاليا تعالج هذه المسألة في المقام الأول في سياق الأمم المتحدة ولا سيما اليونسكو. بفضل اليونسكو أحرزنا تقدما كبيرا من أجل إدراج وتعزيز البعد حماية التراث في الجهود الدولية الرامية لحفظ السلام. المجتمع الدولي يجب عليه أن يواصل العمل من أجل حماية التراث الوطني الدولي عفوا، وهذه المبادرات تبعتها إيطاليا عن كثب، ورأيناها وهي تنضج شيئا فشيئا، وذلك بفضل التزام كل من يشاركنا هنا اليوم هذا الحدث. الفاعلون في الميدان الذين أعرب لهم عن امتناني وشكري الجزيل. ألف
نجحت في تقديم الدعم لمشاريع ذات جودة في بلدان هي بحاجة إلى أمس الحاجة إليها لتحقيق التوازن السياسي، وفي مناطق حساسة أخرى سواء في بحر المتوسط أو في غيره، ونحن نتبع عن كثب هذه المشاريع. ولهذا السبب فإن هذه المبادرة تحظى بكافة اهتمامنا، ونحن نقدر السبل التي تسعى من خلالها ألف للتنسيق مع اليونسكو، اليونسكو التي تبقى المؤسسة الأولى والهيئة المرجعية لمعالجة هذه المسألة. إن إيطاليا ووزير الثقافة على وجه الخصوص وزارة الثقافة يقومون بتقييم إمكانية الانضمام إلى ألف وتقديم الدعم إليها. هذا الخيار سترتب عنه العديد إذا من الخيارات في حكومتنا. إن إيطاليا تدخل حقبة سياسية جديدة لها أهمية كبيرة، ولذلك أؤكد لكم بأننا سنواصل النظر عن كثب في هذه المبادرة، مبادرة ألف، وذلك من أجل تقديم الدعم إليها. أشكركم جزيل الشكر وأتمنى لكم أن تحرزوا تقدما كبيرا في هذا الاجتماع اليوم. شكرا. شكرا أندريا. الآن من الفيديو، عبر الفيديو من المغرب، أرحب بالسيد محمد مهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل. السيدة وزيرة الثقافة، السيدة وزير الشؤون الأوروبية وشؤون الخارجية، معالي الوزراء، السيدة المديرة العامة لليونسكو، أنقل لكم هذه الرسالة بروح من المسؤولية، وأذكركم ب التزام المغرب وصاحب الجلالة بصون التراث الثقافي ولإنقاذ التراث الثقافي المعرض للخطر في مناطق النزاع. مؤسسة أليف تأسست على أساس أمل لإنقاذ الحضارة أمام الهمجية. التزامنا يتمثل في جهود أخلاقية ومالية، فالمغرب سيبذل قصارى جهده لتنفيذ أهداف هذه المؤسسة، وسيواصل جهود المغرب تحت رعاية صاحب الجلالة لتنفيذ برامج هذه المؤسسة، نقدم دعمنا في حالات الطوارئ سواء في إطار الكوارث الطبيعية أو النزاعات، في إطار المتاحف لرقمنة التراث الثقافي في المناطق المعرضة للخطر، وفي حالات الطوارئ لحماية التراث المتحفي. ونلتزم أيضا بوضع تحت تصرف مؤسسة أليف مدربين خاصة في ترميم المواقع الأثرية وخاصة تلك المعرضة للنزاعات. ولكن حماية التراث الثقافي لا ينحصر في الأعمال الجارية في عين المكان في المواقع، وإنما يجب تعزيز الترسانة القانونية لمحاربة الاتجار غير الشرعي للتحف، ويجب أن ندعم أيضا الدول أمام جهود نهب هذه التحف، وهذا يجب أن يتم باحترام سيادة البلدان. الإرهاب في جنونه المدرب يريد أن يحرم الشعوب من مستقبلها، ويجب أن نرفض التقوقع في الذات وأن نروج لتعدد الأطراف كرد وحيد لمجابهة التحديات الراهنة. فالثقافة ليست فقط تعبير ما نخلقه، وإنما تمثل حضارتنا، وهي بمثابة صلة ما بين الحاضر والماضي وبين الفرد ومجتمعه. وشكرا. I'd like to now call upon الآن أدعو من عمان صاحب السعادة سيد محمد المحروقي وزير التراث والسياحة من عمان. السلام
فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، راعي هذا المؤتمر، أصحاب المعالي وأصحاب السعادة، الحضور الكريم، يسرني بداية أن أنقل إليكم تحيات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنياتي لهذا المؤتمر بالنجاح والتوفيق لتحقيق أهدافه لدعم هذا التحالف الذي يمثل لدعم هذا التحالف لحماية واستدامة التراث العالمي باعتباره من المنجزات الحضارية الهامة التي نشترك جميعاً في مسؤولية حمايته واستدامته. إن استمرار التهديد الذي يواجه هذا التراث بسبب النزاعات المسلحة في مواقع مختلفة من العالم، ومع استمرار ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، يحتم علينا جميعاً اليقظة وتأكيد إرادتنا والتزامنا لتعزيز التعاون بين الدول وبين المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة. إننا ندرك بأن التحديات ستبقى قائمة، مما يعني بضرورة بناء قدرات على مستويات مختلفة لتمكين المجتمعات المدنية من تنظيم نفسها لحماية التراث الثقافي الذي تعتمد عليه في اقتصادياتها وفي توفير فرص العمل وتوظيف قيمها المختلفة. في ذلك الإطار نرى من الأهمية استمرار التنسيق المحكم والعمل الجماعي مع منظمة اليونسكو، كما أن المجتمع الدولي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يؤكد التزامه لتوفير الموارد اللازمة والأساسية للتدخل في المراحل التي تسبق النزاعات المسلحة وخلالها وفي المراحل اللاحقة. إننا نثمن ما تم إنجازه من قبل التحالف خلال فترة وجيزة، والذي يبدو في دعم العشرات من المشاريع في مجالي التراث المادي وغير المادي، إلى جانب إيجاد شراكات تعزز من التحالف وتعمق الوعي بأهمية الالتزام بالمواثيق الدولية والعرف السائدة. وعليه فإن السلام والأمن العالميين يرتبطان دون شك بمبادئ وبالتشريعات النافذة وبالإرادة السياسية التي تحترم التراث الإنساني أينما وجد، وتعمل على تعظيم منافعه الاقتصادية والاجتماعية. ختاماً، وبهذه المناسبة ونيابة عن سلطنة عمان، نؤكد التزامنا لدعم هذه المنظمة لصالح برامج الصندوق بما فيه الدعم المالي، متمنين للقائمين على هذا التحالف التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا. And from Portugal, joining us over video is His Excellency Francisco André, Secretary of State for Foreign Affairs and Cooperation. Your Excellency Jean-Yves Le Drian, Minister of Europe and Foreign Affairs of France, honorable ministers, ladies and gentlemen. I'd like to begin by thanking the French government for hosting this donors' conference in a place as symbolic as the Louvre, the largest museum in the world and a universal center for the study and appreciation of some of humanity's greatest artistic legacies and historical achievements. This is a particularly appropriate venue for the gathering of the second donors' conference of the International Alliance for the Protection of Heritage in Conflict Areas. Not only is the museum a testament to the power and relevance of cultural heritage, but is also at its collections imperiled by the destructive forces of the conflict, particularly during the Second World War. Fortunately, this was a story with a happy ending. We study the past to understand the present. حسن الحظ كان للحرب العالمية الثانية نهاية سعيدة، ولكن يجب أن نستلهم من هذا الماضي، ويجب أن نكرس جهودنا لحماية هوياتنا الجماعية والفردية، وبتعاون وتآزر بين المبادرات أجرتها المجتمعات المحلية والحكومات أدت إلى نتائج موفقة. وأذكركم
الاتفاقية اتفاق لاهاي لليونسكو ل54 التي اعترفت بأن إلحاق الضرر للتراث الثقافي هو إلحاق ضرر للتراث الثقافي للإنسانية برمتها. ومنذ 2003 شهدنا فقدان للممتلكات الثقافية في مناطق النزاع، وهذا له تأثير على كل المجتمعات. حماية التراث والثقافة والتحف يلعب دورا أساسيا في إحلال الاستقرار وفي جهود المصارحة، والعمل الذي قامت به أليف في السنوات الماضية مثير للاهتمام، ولكن واجه أيضا تحديات، لا زال الكثير ما يجب فعله. الحكومة البرتغالية تدعم أليف دعما تاما، ونموذجها للتدبير الذكي والذي آتى أكله، ونريد أيضا أن نحيي هذا النموذج القائم على الشراكة، وآمل أن المناقشة التي ستتم في فترة 2023 و27 ستسمح لنا من تجديد هذا الالتزام وبرسم صورة واضحة من أجل حماية تراثنا الإنساني، وهذا هو واجبنا الجماعي. وشكرا. الآن ننتقل إلى هنغاريا، وأود أن أدعو صاحب السعادة سيد بالينت أودور، سفير لدى الاتحاد اللجنة الأمنية والسياسية للاتحاد الأوروبي. سيدتي أو سيداتي وسادتي الوزراء، أيها السيدة والسادة، باسم وزير الشؤون الخارجية أود أن أشكركم على توجيه الدعوة إلي، وأشكر ألف والرئاسة الفرنسية على تنظيم هذا المؤتمر المهم وعلى توجيه الدعوة إلينا هنا للقدوم إلى باريس. أود أن أذكركم بلقاء الأول مع المدير التنفيذي السيد فيرلوند في شهر يوليو 2021 الماضي في بروكسل لدى تنظيم مائدة مستديرة بشأن حماية التراث الثقافي بمشاركة فرنسا وألمانيا وبولندا وسلوفينيا والمفوضية الأوروبية واليونسكو وألف. ألف كان من بين أهم المشاركين في هذا المؤتمر. السيد فيرلوند، نشكرك على العرض الملهم الذي قدمته بشأن المشاريع التي يطلع بها ألف. يجب علينا أن نواصل العمل كما أو ذلك في كافة مناطق النزاع من أجل حماية التراث الثقافي وتحقيق الاستدامة والصمود في تلك المناطق. يجب علينا أن نتخذ إجراءات لحماية التراث الثقافي المادي والغير المادي. في هذا الصدد فإن الحوار بين الثقافات وبين الأديان بإمكانه أن يمثل أرضية لتعزيز التفاهم المشترك والتصالح في حالات بعد النزاع. أود هنا أن أسترعي انتباهكم إلى مفهوم جديد في الاتحاد الأوروبي في إطار التراث الثقافي في مناطق النزاع. في شهر يونيو الماضي مجلس الاتحاد الأوروبي اعتمد موقفا في صورة استنتاجات، وذلك من أجل توسيع نطاق الإجراءات التي يتم اتباعها على الصعيد الخارجي، وهو يشابه ما تم القيام به في ألف خلال السنوات الماضية. ووكالة الوكالة الهنغارية لتقديم المساعدات الإنسانية والتنمية. فيما يتعلق إذن بهذا المفهوم الجديد فإنها تتيح إذن إطارا لحماية التراث الثقافي. وما هي الإجراءات إذن الجديدة التي سيتم اعتمادها؟ هناك طريقتان إذن. أولهما تشجيع المنظمات والدول على غرار ألف لمواصلة عملها على مختلف المشاريع، ومن جهة أخرى إطلاق مشاريع مماثلة يمولها جزئيا الاتحاد الأوروبي. بالنسبة إلى هنغاريا فإن التعاون مع ألف قيم للغاية، لأن وكالة هنغري هابس لها الكثير من النقاط المشتركة مع ألف من حيث المبادئ أو الممارسات وحتى المهمة. إن المبدأ الرئيسي بالنسبة إلينا هو مساعدة المجتمعات المتضررة وتحقيق الرفاهية في البلدان الأصلية وضمان العودة الآمنة والكريمة للنازحين هروبا من الأنشطة الإرهابية.
نحن نسعى كذلك إذن لحماية الهوية المسيحية ولا سيما المسيحيين الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم بسبب تعرضهم للاضطهاد لانتمائهم الديني. يجب أن نطلب من المجتمعات المحلية أولا ما هي في حاجة إليه قبل أن نقوم بأي شيء. هذا العمل يجب إذن أن يتم مع المجتمعات المحلية. ومنذ عام 2017 قمنا بتقديم الدعم ل 190 مشروعا في 52 بلدا في العالم بميزانية بلغت 70 مليون يورو، أتاحت ل 500 ألف شخص العودة إلى بلدانهم الأصلية. أود أن أعطيكم هنا مثالا. في العراق مثلا قمنا بتمويل إذن إعادة بناء قرى بأكملها، ومن خلال ميزانية قد تكون متواضعة بإمكاننا أن نبلغ أهدافا مهمة، وذلك من أجل تقديم المساعدة إذن للمجتمعات المحلية. ولذلك فإن هذه الوكالة من شأنها أن تساهم مع ألف من خلال إبرام اتفاق لإطلاق مشاريع ملموسة والمشاركة في تمويلها في المستقبل. سأقوم بالتوقيع على بروتوكول للتفاهم إطاري مع إذن فاليري فريلوند عما قريب. في الختام، هنغاريا ستنظم مؤتمرا بمناسبة الذكرى الأولى لاعتماد استنتاجات مجلس حماية التراث في شهر يوليو المقبل في بروكسل. سيتم الاهتمام بتبادل الممارسات الحميدة بشأن المشاريع التي يتم اعتمادها وإمكانية التعاون مع المفوضية، وأمل أنكم ستحضرون معنا جميعا. أشكركم على حسن انتباهكم. From Kuwait, I call upon من الكويت أدعو السيد سامي محمد سليمان سفير الكويت في فرنسا. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أنقل تحيات وأطيب تمنيات معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح وزير خارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت. متمنين لكل التوفيق ونجاح لهذا المؤتمر المهم المعني بحماية التراث الثقافي المعرض للخطر في مناطق النزاع، والجهود الواضحة والكبيرة من أجل استقطاب الاهتمام العالمي للمحافظة على الآثار وحمايتها من التدمير والتشويه والتقريب. أوجه الشكر للحكومة الفرنسية لاستضافة هذا المؤتمر المهم والحيوي. أود أن أقدم تقدير للتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع أليف على ما يقومون به من عمل ملفت من خلال تقديم برامج مساعدات للاستجابة الطارئة، فقد دعم ما يقرب 150 مشروع في 30 بلد، بما يعبر عن جهود مقدرة لرعاية وحماية وإعادة تأهيل التراث المادي والغير المادي. السيدات والسادة، إن مؤتمرنا هذا يحظى باهتمام خاص من بلادي للمحافظة على الموروث الثقافي والحضاري للشعوب وسجلها البشري الذي يشهد على تطور البشرية وإسهاماتها الإنسانية في عمارة الأرض. في هذا الإطار شارك المغفور له بإذن الله سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح رحمه الله في المؤتمر الدولي للحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر في العاصمة الإماراتية أبوظبي في شهر ديسمبر 2016. كما قامت بلادي بالإعلان عن تبرع بمبلغ 5 مليون دولار أمريكي في مؤتمر المانحين الأول في شهر مارس 2017 لدعم صندوق التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع أليف. كما تنسق بلادي مع باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من أجل توفير الرعاية والعناية والحماية اللازمة للمحافظة على الآثار التي تسخر بها منطقتنا. السيدات والسادة، تؤكد بلادي مواصلة الجهود لحماية التراث الإنساني وتدين وبشدة تدمير الصروح الثقافية والأثرية
والمجازر المرتقبة بحق الأشخاص وتجدد بلادي الدعوة إلى ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي في مكافحة مثل تلك الجرائم، وشاركت دولة الكويت في مؤتمر إعادة أعمار الموصل في 11 من سبتمبر 2018 في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو، الذي أتى بعد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة أعمار العراق الذي نجح بتحقيق التزامات مالية لدعم العراق بمبلغ 30 مليار دولار أمريكي. السيدات والسادة، لقد عانى العالم في الفترة الماضية من العديد من التوترات والنزاعات في أنحاء العالم، وكانت الضحية الأولى هي البشرية والضحية الثانية التراث الإنساني. ولا يفوتنا أن نشير إلى الأضرار الجسيمة التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وغيرها في حق التاريخ والآثار، في تدمير الصروح والمتاحف والمكتبات والمعابد والمبد وغيرها من أماكن في أماكن مثل العراق واليمن، أفغانستان، سوريا وعدد من الدول الأخرى. في الختام، أؤكد استمرار دولة الكويت في تأييد جهود الاتحاد الدولي لحماية التراث الثقافي المعرض للخطر في مناطق النزاع ألف، وأي جهد دولي في الحفاظ على الأنثى الإنساني. ميرسي بوكو. From Luxembourg, I'd like to call upon من لوكسمبورغ أود أن أوجه الدعوة إلى السيدة شومار الممثلة الدائمة لدى اليونسكو. Mesdames et messieurs les ministres, أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، سيدي الرئيس، إن الدوق الأكبر للوكسمبورغ يرافق ألف منذ بدايته في عام 2017، ونحن فخورون إذن بالمشاركة في إنشاء هذه المؤسسة الفريدة من نوعها لفائدة التراث العالمي ولفائدة السكان في مناطق النزاع. منذ بدايته فإن ألف قام بتقديم التمويل لأكثر من 150 مشروعاً، وشيئا فشيئا فإن التدخلات منفكت تتزايد وتتنوع من حيث المضمون وطريقة تقديم المساعدة والتغطية الجغرافية كذلك. إن خبرة الأمانة ورئيسها تعززت من خلال مشاريع أكثر دقة، وذلك بالرغم من التحديات في الميدان، واللجنة العلمية تطلع بعمل جبار من أجل انتقاء المشاريع في مجال التراث والتي سيكون لها الأثر الأكبر. إن ألف لا تشارك فقط في حماية وصون التراث، ولكن في بناء السلم بين البلدان وبين المجتمعات، فهي أداة للسياسة الخارجية ولتعزيز الإنسانية، وبلدي يرى بأنها أداة لا غنى عنها. ولذلك فإن لوكسمبورغ يود أن يرافق الاستراتيجية 2023-2027 المعتمدة في ألف، إضافة إلى تقديم المساعدة، وذلك من خلال تقديم تمويل إضافي. هذه القيمة، قيمة هذه المساهمة، سيتم النظر فيها عام قريب. شكرا جزيلا على حسن إصغائكم. From Monaco, من موناكو أدعو السيدة إيزابيل روسا برونيتو المديرة العامة لدى قسم العلاقات الخارجية والتعاون. ألتس إكسيلنس، أصحاب السمو والفخامة والمعالي الوزراء، الوضع الراهن واضح للعيان. الأعمال التي تقوم بها التنظيمات المسلحة تزرع الرعب وتودي بحياة الكثيرين، ولكن للأسف ليست هذه الضحايا الوحيدة. هؤلاء المتعصبون يجعلون من النهب والتدمير مواصلة لاضطهادهم للسكان بهدف واحد، تدمير أي بصمة من تاريخنا المشترك
أو من التنوع الثقافي، وينضاف إلى ذلك الكوارث الطبيعية التي تزداد سرعة وتيرتها. وأمام هذه التحديات أشكر فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة وكل من انضم إليهما على إنشاء هذا التحالف الدولي لحماية التراث المعرض للخطر، أي مؤسسة أليف. إمارة موناكو أطلقت شراكة مع هذه المؤسسة قبل سنتين، وهذا أدى إلى دعم مشروعين: إصلاح متحف رقة في سوريا وترميم الرسوم الجدارية في كنيسة القديس أنطونيوس في لبنان. الإمارة ترحب بهذا التعاون والذي يشهد على هذه المرونة، والذي يشهد لها أيضا فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. وهذه الصفة توصف بها غالبا طريقة عمل والتعاون الإمارة، إمارة موناكو. ويسعدني أن أعلن لكم أن موناكو ستضاعف من إسهامها المالي والذي يتصاعد، وأغتنم هذه الفرصة أيضا بالترحيب بعمل اليونسكو لحماية وصون التراث الثقافي. فموناكو ضمت جهودها إلى مبادرتي الموصل وبيروت، وأرغب في هذا المقر التاريخي الزاخر بالتحف الحضارية. أدعو الجميع إلى تكثيف الجهود لحماية كنوزنا المشتركة. إذن تحيا مؤسسة أليف. From the Netherlands, I call upon Her Excellency. من هولندا أدعو صاحب السعادة دوي فان دير ويرد، سفير التعاون الثقافي الدولي. Good evening, Your Excellencies, Minister. أسعدت مساء أصحاب الفخامة، أصحاب المعالي، السيدة مديرة متحف اللوفر، السيد الرئيس، السيد مدير مؤسسة أليف. شكرا لكم جزيلا، شكرا للحكومة الفرنسية على عقد هذا الاجتماع لدعم التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع مؤسسة أليف. لمن دواعي الشرف أن أتحدث لكم نيابة عن هولندا. كما أشار الكثير منكم، فإن صار تراثنا الثقافي المشترك معرضا للخطر أكثر من ذي قلب. حماية هذا التراث لنقله للأجيال المقبلة يقع على عاتقنا ويتطلب التزامنا المشترك. الثقافة والتراث الثقافي يعدان عنصرين أساسيين لتسهيل والترويج للمصالحة ما بين النزاعات، ولكن بحماية تراثنا نذهب إلى أبعد من ذلك، فبهذا نحمي تاريخنا وهويتنا المشتركة. فإذا فقدنا تراثنا نفقد ذاكرتنا، وهذا جزء من كياننا ويجمعنا كبشر. إن أليف لها دور لحماية التراث وتلعب دورا إلى جانب مؤسسات أخرى من قبيل اليونسكو، وأرحب بهذه الأمثلة الزاخرة لما تقوم به أليف حول العالم. وأود أن أهنئ كل فريق فاليري وتوماس على هذا العمل القيم والكثيف. وفي غضون سنوات محدودة تمكنت هذه المؤسسة من القيام بالجميع، ولكن لازال الكثير ما يجب فعله. وترحب موناكو بدعم موناكو وفي إطار برنامج التدخل السريع، وتمكننا بذلك بتقديم دعم لمجتمعات محلية من بيروت إلى مدن أخرى في العالم. وبهذا العمل المركز على النتائج تتميز مؤسسة أليف، فيجب مواصلة دعم هذه المؤسسة سياسيا، ونتطلع لمواصلة تعاوننا معكم في السنوات المقبلة
لحماية تراثنا ولنقله للأجيال المقبلة وشكرا. From Switzerland, I call upon من سويسرا أدعو صاحبة الفخامة السيدة ميريال بيرست كوهين السفيرة الدائمة لدى مؤسسة منظمة اليونسكو من سويسرا. Madame le ministre, Madame la ministre. معالي الوزير، معالي الوزيرة، السيد رئيس مؤسسة أليف، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، نيابة عن وزير شؤوننا الخارجية سيد كاسيس الذي لم يتمكن من الحضور والذي له مسؤوليات في سويسرا، فأقول لكم إننا نتشرف بدعم هذه المؤسسة ونحيي هذه المؤسسة على هذه الطاقة التي شعرنا في هذا الاجتماع وعلى كل ما قدمته من جهود أليف ضمن المركز الثقافي الدولي في جنيف ومركز للجهود الإنسانية في العالم. لن أكرر ما تم الإشارة إليه بشأن النزاعات ودمار التراث الثقافي وأسباب هذا التدمير، وإنما أضيف في هذه الروح، روح القانون الإنساني، أنه يجب الحرص على عدم إفلات المجرمين من العقاب، ويجب أن ندعم من ينخرط في حماية هذا التراث وأن ندعم المجتمعات المتضررة. وآخرون أشاروا إلى أهمية تصميم وإصلاح المواقع في روح من الاحترام واسترجاع التحف وإحياء الممارسات الثقافية. يجب أن تمارس أو تشارك عفوا في عملية المصارحة وبناء الهوية. وسويسرا ترحب بكون أليف فاعلا أساسيا في جهود الإصلاح وحماية التراث، وسويسرا تتطلع لمواصلة جهودها إلى جانب مؤسسة أليف، وبهذه الروح نجدد دعمنا لهذه المؤسسة ونشكركم على حسن إصغائكم. From the European External Action Service. من الاتحاد الأوروبي السيد ستيفانو تومات مدير النهج المتكامل للأمن والسلم وينضم إلينا عبر الفيديو. شكرا جزيلا على إعطائي الفرصة للإلقاء بهذه الكلمة في هذا المؤتمر المهم. أود أن أضم صوتي إلى صوت المتحدثين قبلي وأهنئ ألف على العمل الذي تطلع به في مجال حماية التراث الثقافي. إن حماية التراث الثقافي هي أولوية بالنسبة للعمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، وعندما أتحدث عن التراث الثقافي هنا فأنا أتحدث عن التراث الملموس أو المادي، ولكن التراث غير المادي كذلك على غرار التقاليد الشفهية ونقل الخبرات والمعارف. نحن نؤيد عددا من المشاريع المتعلقة بالتراث الثقافي في عدد من بلدان العالم، وغالبا ما نبذل قصارى جهدنا في هذا الصدد. على غرار ما أشار إليه سفير هنغاريا في سياق نهجنا المتكامل من أجل الأمن والسلم، قمنا بتطوير مفهوم في بروكسل في مجال التراث الثقافي في مناطق النزاع وخلال الأزمات. إن هذا المفهوم سيكون له أو كان ثمرة مناقشات مطولة مع العديد من المنظمات الدولية، منظمة المجتمع المدني وغيره من الفاعلين، وهنا ألف اطلع بدور مهم في هذا الصدد. قمنا كذلك بالاتفاق على الاستنتاجات في المجلس، وتم اعتمادها من قبل وزراء الشؤون الخارجية.
الآن أصبح لدينا إذن هذا المفهوم الجديد والاستنتاجات التي وافقت عليها إذن مختلف البلدان، والتي تقر بأن التراث الثقافي من شأنه أن يطلع بدور مهم في تعزيز وبناء السلم، ولكنه يمثل كذلك إطارا تشغيليا واضحا من أجل اعتماد نهج أكثر تنسيقا ووضوحا للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتسخير التراث الثقافي للسلم. لدينا إطار سياسي وتشغيلي واضح، هذا ما أشرت إليه، الآن يجب علينا أن نعمل معا من أجل تنفيذه، وهذا وهنا تتعقد الأمور بعض الشيء. من جهتنا كاتحاد أوروبي قمنا بإدراج التراث الثقافي في إطار السياسة الأمنية وسياسة الدفاع المشتركة، ونحن نحاول إدراج التراث الثقافي كذلك في بعثتنا وعملياتنا المتعلقة بالأمن والسلم. إن تقديم المساعدة وبعثة تقديم المساعدة للعراق هي مثل احتذى به في هذا الصدد. هناك إذن عمل يتم الاطلاع به، هذه البعثة تعمل مع وزارة الداخلية في العراق ومجلس الأمن الوطني ووزارة الثقافة، وذلك من أجل محاربة الجريمة المنظمة ومرحبة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، كما أنها تؤيد إنشاء قاعدة بيانات وطنية لحماية التراث الثقافي. ولكن هناك كذلك بعثات أخرى من الاتحاد الأوروبي تعمل على حماية التراث الثقافي في جورجيا وفي ليبيا كذلك. قمنا كذلك بإدراج حماية التراث الثقافي في إطار الوثائق ذات الصلة الأخرى، مثلا فيما يتعلق بنهج الذي نتبعه إزاء التغير المناخي، والأدوات الجديدة للدبلوماسية الوقائية على غرار نظام الإنذار المبكر. نحن كذلك ندرج هذه المواضيع كذلك في عمليات الوساطة، كما أننا نقر بأن المساهمة في حماية التراث الثقافي ضروري، وذلك من أجل ضمان مبادلة على مستوى رفيع. إن تعزيز هذه الشراكات مع المنظمات الدولية وهي في صميم علاقتنا الدولية. وهنا أود أن أشير إلى أهمية العلاقة التي تجمعنا مع ألف. نحن لدينا مستوى عال من المبادلات، ومعا بإمكاننا أن نقوم بتحديد السبيل الكفيل بحماية التراث الثقافي على نحو متسق. إن الاتحاد الأوروبي وألف تعملان من أجل حماية التراث الثقافي في العالم بأسره. كما تعلمون فالاتحاد الأوروبي له مشاريع في اليمن، في العراق، في مالي، في أفغانستان، في آسيا الوسطى، ولذلك من المهم أن نعتمد كاتحاد وكبلدان وكمنظمات دولية نهجا أوروبيا وذلك معا حتى يتسنى لنا تكثيف جهودنا وتعزيز الأثر المتوخى. في الختام، إن عملنا في مجال حماية التراث الثقافي في أماكن النزاع سيتواصل خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع زملائنا وشركائنا في ألف. شكرا مرة أخرى على توجيه الدعوة إلي، وأتمنى لكم اجتماعا ناجحا. حسنا، الآن نصل إلى الجهات أو المانحين من القطاع الخاص. السيد كابلن أشار إلى مواصلة تقديمه للدعم ونشكره على ذلك، والآن أود أن أوجه الدعوة إلى السيد جاك إيمانويل سولوني من مؤسسة توتال إنرجي. مدام لا مينيستر، سيدتي الوزيرة، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، يسرني ويشرفني أن أكون حاضرا معكم هنا اليوم للاحتفال بهذه الذكرى الخامسة لإنشاء مؤسسة ألف، وباسم توتال إنرجي أهنئكم على ذلك. إن مؤسسة توتال إنرجي ملتزمة منذ وقت طويل في حماية التراث الثقافي. التراث هو شاهد على مؤسسة على ذاكرتنا، وهو مصدر للفخر بالنسبة إلى المجتمعات، و
وسيلة لضمان فرص العمل ولا سيما بالنسبة إلى الشباب، ولذلك فنحن يسرنا أن نؤيد البرنامج الخماسي لألف المقبل وننضم إلى إذن المانحين من أجل أو لفائدة الإنسانية جمعاء. إن مؤسستنا هي الأولى التي انضمت إلى هذه الحركية، وشكرا لكم على استقبالنا وعلى حسن استقبالكم، وأمل أننا سنمهد السبيل وأن مؤسسات أخرى ستنضم إلينا. شكرا. Mesdames et Ministres et Monsieur, merci. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، شكرا على دعمكم. ودون انتظار أعطي الآن الكلمة لمعالي وزيرة الثقافة السيدة روزلين باشلو. السيدة الوزيرة. Bonsoir à tous et à toutes. أسعدتم مساء معالي الوزراء، أصحاب السعادة السفراء، فخامة رئيس مجلس مؤسسة تعريف السيد كابلان، السيدة المديرة التنفيذية لمتحف اللوفر السيد جاك لانغ، الأصدقاء الأعزاء، يسعدني أن ألتقي بكم مجددا في هذه القاعة خرسباد. فالمؤتمر الأول للجهات المانحة كان قد انعقد هنا في ذات المكان، ومنذ ذلك قطعنا شوطا هائلا. أولا شكرا للسيدة ديكار على ترحيبك وعلى جهودك لأجل هذه القضية، وأشكر كل الأفرقة وخاصة فريق مؤسسة أليف التي شقت الأنفس لتنظم هذا المؤتمر في أحسن ظروف. أدري أن الكثير من الناس تابعوا هذه المناقشة على الإنترنت، وحضوركم هو رسالة جيدة وهائلة، ونحظى بحلفاء إضافيين في جهودنا لحماية التراث الثقافي في مناطق النزاع ومناطق ما بعد النزاعات. وأهنئ مؤسسة أليف التي أثبتت في غضون سنوات معدودة أهميتها ونجاعتها، بتعاون وثيق مع اليونسكو فتم تمويل أكثر من 150 مشروعا في 30 دولة في مختلف القارات. الشهادات الثمينة التي استمعنا لها من شركاء الأليف، وخاصة السيد حسن نظام، السيد جاك لانغ الذي كان سباقا وهو رئيس معهد العالم العربي، يقنعني بأن الدعم المقدم لأليف لا بد من أن يتواصل. ودون انتظار فإن هذا المؤتمر تكلل بالنجاح، فأهدافنا تم بلوغها وبل تجاوزها، فبلغنا حوالي 90 مليون دولار، واستمعنا لرغبة عدة بلدان ومنها بلدان أوروبية في الانضمام إلينا. فهذا العد لم يتوقف، سواء تعلق الأمر بالبلدان أو بالجهات المانحة. إذن هذه رسالة لمن سيدركها. هذه مناسبة أيضا لتجديد التزامنا بحماية التراث الثقافي في مناطق النزاع، والذي يكون لهذا التراث دور أساسي لبناء السلام. وساهمنا بتعزيز التراث الحوار الثقافي، وكثفنا جهود حماية التراث. ففي كثير من
مناطق العالم، هذا التراث معرض للخطر من قبل تنظيمات تراه كعدو وكتهديد. فأعدنا تأكيدنا على التزامنا بحماية التراث، فنحن نطلع بهذا بمسؤوليتنا إزاء الأجيال المقبلة، ونرحب بالحشد الدولي الذي تولد من هذا المؤتمر، وهذا الحدث أدى إلى انضمام عدد إضاف أو شركاء أوروبيين إضافيين. كما تعلمون فرنسا تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي، وفي هذا الإطار نريد أن نعزز الإحساس بالانتماء لأوروبا، والتراث الثقافي له دور أساسي في ذلك، وسنعمل في إطار التعاون الأوروبي في هنا في متحف اللوفر لمحاربة الاتجار غير الشرعي للتحف، بالتعاون مع اليونسكو وممثلين من المفوضية الأوروبية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لطالما التزموا من أجل حماية التراث الثقافي. وأخيرا هذا المؤتمر مكننا من حشد الدعم السياسي، والذي سيكون أساسيا للسماح لهذه المؤسسة بأن تواصل عملها. هذه المرحلة هامة، فستسمح لأليف بأن تواصل عملها على المدى الطويل مع شركائها الفنيين والماليين ومع مؤسسات من قبيل اليونسكو، وقمنا بحشد جهود الفاعلين العاملين في مجال التراث، وذلك بفضل إبراز صورة الأليف. يجب أن نعزز من تعاوننا مع الدول الشريكة، فلولاها لا عملا ممكنا في هذا المجال. هذا ما رأيناه في العراق، فمؤسسة أليف يمكن لها أن تعزز من التآزر ما بين بلداننا وبلدان البلدان المعرضة للنزاعات. كوزيرة للثقافة في فرنسا أجدد دعم فرنسا التام لمؤسسة أليف ولرئيسها توم كابلون. فرنسا تقف إلى جانبكم لأداء هذه المهمة لبناء السلام من خلال حماية التراث. وأود أن أشكر خاصة شخصية لم تأخذ الكلمة فقامت بالكثير منذ إنشاء هذه المؤسسة، وهنا أخص بالذكر باريزا كاري، مستشارة الرئيس الجمهورية ونائبة رئيس أليف. السيدة باريزا، أدعوك إلى أخذ الكلمة، هذا لم يكن في البرنامج ولكن أنت تستحقين ذلك، فهذا هو تاريخ مؤسسة أليف، تاريخ أو قصة رجال ونساء يهتمون بالتراث. شكرا جزيلا معالي الوزيرة. إذا أشعر بإثارة حقيقية، فليس من المراسيم أن يأخذ شخص ما الكلمة بعد وزير، وهذا عمل تضامن بين نساء، ولكن كلكم ذلوتم بذلوكم. بطبيعة الحال مؤسسة أليف هي بمثابة منهجية وفلسفة. عندما ذهبت للقاء بالسيد مبارك وهو نظيري في دولة الإمارات، طرح لي هذا السؤال: هل تشعرين بالثقة؟ نعم، قلت له، وقال لي: نعم، أنا أيضا أشعر بالثقة، ولكن طلبي هو أن نتفادى الديوانية، ولذا راهنا على غياب الديوانية. ولكن قلت
لن يكون هناك ديوانية وإنما دقة في العمل. ولذا عملنا على طريقة الستارت اب أو الشركات الناشئة لنعزز من قدرتنا على الرد بسرعة. والسيد فاليري الذي لم يبخل بأي جهد، وهنا أشكر فريقه ومجلس أليف أيضا تحت رئاسة السيد كابلون كان له عمل. فعملنا في إطار تواصل مباشر، فالمجلس عندما يقدم له طلب يعتبر هذا الطلب مقبولا بعد مرور بضعة أيام. شكرا لتوم، شكرا لأنطوان الجالس إلى جانبك، وشكرا للجنة العلمية السيد جون لوك مارتينيز الذي يعمل ضمن اللجنة الذي يرد على أسئلتنا بشكل مباشر. فالعمل يأتي بطريقة سلسة، ولذا استحقينا هذا إذن هذه الصفة، صفة السرعة في العمل. وفي هذه القاعة نشعر أننا جميعا نأتي من بعيد، والهويات متباينة ومتعددة. وفي هذه القاعة عندما نقوم بترميم التراث نقول للشباب، لشاب في العراق مثلا، لو أصلحنا موقعا في العراق فنحمي تراثا للأشوريين وللحضارات القديمة. ويعي هذا الشخص، هذا الشاب، أن هويته متجذرة في التاريخ، ولذا يتجاوز هويته الفردية ولا يتجمد في هوية واحدة. وعندما لم يكن الأمر متجمدا في هوية واحدة يبدأ يتفهم الآخر. وهذه الفلسفة، هذه الأخلاقيات هي التي تلهمنا في مؤسسة ألف، كما تفضل بذلك الرئيس. هذا يسمح بالشعوب بأن تتصالح بينها وفي ذاتها. شكرا سيدتي الرئيسة على حركة التضامن هذه. فنحن كنساء يجب أن نعمل وأيضا أن نبرز عملنا، وفي إبراز عملنا يجب أن نتقدم أيضا. وشكرا.